والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. لمن كان معنا أكرمنا الله به، والحمد لله رب العالمين بكرمنا أيضا في موضوع السوشيال ميديا، نقدر نتواصل مع أكثر من يعني جهة من الناس. إن كنتم تذكرون لمن كان معنا، إحنا ختمنا أظن إن لم تخني ذاكرتي 4 جلسات عن موضوع الأسرة السعيدة، 4 أو 5 نسيت. ابتدأنا فيها في موضوع اختيار شريك الحياة، انتقلنا بعدها للعلاقة بين الزوج والزوجة في داخل البيت، انتقلنا بعدها كيف يعامل الوالدان الأولاد، انتقلنا بعدها إلى بر الوالدين، وبينهما تحدثنا أيضا عن موضوع الاستخارة إذا تذكروا في جلسة خاصة بموضوع التربية، وموضوع الاستخارة تخصيصا هي مش متعلقة في الزواج لكن بالموروث العربي تكاد تكون وكأنها مصممة. كده أهلا كيف حالك؟ الآن طبعاً أنا مبسوط جداً أحكي لكم، في هنا أختين فاضلتين درستهم قبل 25 سنة وما شفتهم إلا الآن. الأختين فاضلتين أخت هبة والأخت هبة والأخت نور درستهم بالصف التاسع، التاسع والعاشر سنة 93-95، الآن رأيتهم رأيتهما. كيف حالكم؟ إن شاء الله خير. يا صحتكم، أهلا وسهلا، جداً مبسوط أشوفكم والله. الله يكرمك، أهلا وسهلا. حاسس إن وجهه أهلا وسهلا، حياكم الله، يا أهلا وسهلا، حياكم الله. إيش كنت أقول؟ استخارة. على فكرة هيك على المناسبة أجمل من إنه الواحد يشوف أثر روعة العلاقة بمن درسه بعد سنين تبقى العلاقة الودية والأخوية والمحبة ما فيه. سبحان الله، يعني بركة العلم لا 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 يدرك أثارها إلا من جربها، والله. الله يحفظ لكم أولادكم جميعا إن شاء الله. طيب. شو كنت أقول نسيت؟ حق عليك يا هبة. استخارة. استخارة نعم. وتحدثنا بينهما عن موضوع الاستخارة. قلت الاستخارة هي مرتبطة بكل الحياة، لكن بالموروث العربي تكاد تكون مصممة عندنا نتيجة أخطاء في الفهم وكأنها ما وجدت إلا للزواج. لذلك عالجناها. في السياق أنا عم بنتقل موضوعات وبخصصها فيما له علاقة بالأسرة السعيدة. من موضوعات سوء الفهم اللي لها علاقة بالحياة كلها لكن كثير مرتبطة بإشكالية تحديد الأسرة موضوع القضاء والقدر. ليش القضاء والقدر؟ لأنه في مفاهيم خاطئة، المكتوب على الجبين بتشوفه العين، ما اتفقوش مع بعض، حياتها جحيم حياته جحيم، خانها خانته أذاها أذته، بغض النظر شو التفسيرات السريعة، قدرك بدك تصبر عليه. فبعض الأحيان قدرك خلاص الله كاتب لك إياه وأنت في رحم أمك. لمين تلبس هاي المفاهيم؟ تلقى على عاتق من؟ شماعة مين؟ الإسلام. وبالأخير النفور ضد مين بيصير؟ ضد الله. في اللاشعور في الداخل الناس دون أن تنتبه يتراكم عندها بعض الأحيان نتيجة سوء الفهم بأنه هو ربنا اللي حط هذا الإسلام، هو اللي سوى فيه هيك. ما انتو؟ فبالتالي حل حالة هذه المفاهيم صح بيصير اللي بده يعني من يهتدي يهتدي على بينة، ومن يضل يضل على بينة، ومن يخطئ يحاسب على خطأه، ومن أحسن وأصاب يكافأ عليه بكل وضوح بدون أي توتر. لذلك أنا عم بعطيكم مصور إيش علاقة موضوع القضاء والقدر بموضوع الأسرة السعيدة. من هنا الآن بخبرة لا بأس بها، الموضوع اللي بحكي فيه وبتطور عندي بلملمه بس 30 سنة أو بالضبط 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 33 سنة. فبالتالي بعطيكم خلاصات، الخلاصات اللي بدي أحكيها هي ما بين معلومة شرعية من القرآن والسنة، معلومة عقدية شرعية، وما بين فكرة شخصية، وما بين تجارب مع الناس. خلاصة الموضوع، موضوع القضاء والقدر بدي أعطيكم إياه على 4 جبهات أو 4 محاور. ليش نحكي جبهة؟ محاور. كيف معك؟ أنا أتراجع عن الخطأ بأي لفظة حتى توحي بأي شيء كذا ولا كذا. صح؟ خلاص؟ خلاص؟ الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد. فعلى
مش جبهات، لساني ماسك المشكلة على أربع محاور رئيسية أو على أربعة محاور رئيسية. لكن بدي أعطي هيك نقطتين سريعتين قبل ما أخذ موضوع القضاء والقدر. بدنا نعرف إنه موضوع القدر، طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في الحديث القضاء والقدر، إنما ذكر القدر، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أولاً الإيمان بالقدر، بغض النظر شو القدر الآن، ركن من أركان الإيمان. يعني إحنا ما عندنا نقص قضية بسيطة ولا عفواً شغلة هامشية، يعني نقص شيء من أركان الإيمان. واحد. النقطة الثانية، الفهم الصحيح لموضوع القضاء والقدر أزعم وعندي دليل على ذلك أنه هو اللي بيقلب حياتك سلبي أو إيجابي في أن تكون نسخة مكررة من أبي بكر وعمر وكبار الصحابة، أو لا قدر الله أن تكون على العكس تماما. مثال سريع جدا، بس هذا مثال هيك يعلق هنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أشيع نبأ مقتله يوم أحد، اللي فاهمين الفهم الخطأ جلس، اللي فاهمين صح شو قالوا؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ركز معاي، اللي فاهم لب الرسالة صح، طب خلص مو ربنا مقدر يموت في نهاية الإسلام، انتهينا، اندعس علينا، روحنا، قال قم فموت على ما مات عليه. فهمت صح. لذلك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي أحسنه فهما. هنا المفضلة ليست كلام الله كله حسن، فيش بالقرآن شيء حسن وأحسن، كله حسن، لكن الأحسن هنا لأيش وصف؟ لأحسن الأفهام. طيب، والمثال الآخر اللي دائما بحب أضربه هاي عبارة عن زي شو بسموه المقبلات اللي نحن نسا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقريبا كان خليفة حوالي 12 سنة أو 10 سنين ونص، نسيت، من فوق العشرة، يعني هو تقريبا من أطول الفترات، هو وعثمان رضي الله عنه. خلال فترته ظاهر ما أعلم من قراءتي للتاريخ والسيرة أنه زار منطقة بلاد الشام 3 مرات. في واحدة منها كان قد انتشر ما يسمى عندنا بالطاعون، طاعون عمص. طبعا للمعلومات، كلمة طاعون في التاريخ تعادل عندنا وباء، يعني وقت عفوا ما حد كان يجي يقول لك كوليرا، تيفويد، ملاريا، بلهارسيا، فيش هالطريقة التصنيفات هاي. هو وباء يقتل الناس بالآلاف وبالملايين، فكانوا يسمونه إيش؟ طاعون. وفعلاً لترالي كان يحصد، يعني ظواهر ما نعلم عندنا في الأردن إنه حوالي 70,000 صحابي مدفونين في أغوار الأردن، أعداد مهولة جداً. فبستغرب معقول اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، اللي حجوا معه حوالي 120,000. طب إذا كل واحد وراء فقط زوجي أو أب أو أم أو ابن، قبل وفاة النبي اللي كانوا داخلين بالإسلام حد أدنى 250,000 لـ 300,000، فما نستغرب من الرقم، يعني إنه في عهد عمر 70,000 من الصحابة، يعني عشان ما يصير الانتباه بربط المعلومات ببعض. موطن الشاهد، لاحظوا عمر أنتوا سمعتوا مني كثير، يعني أنا أعشق هذه الشخصية، وقلت لكم أكثر من مرة أكثر شخصيتين أنا شخصيا تعلمت منهم الإسلام من طبقة الصحابة، عمر الخطاب وعائشة رضي الله عنها. هذول البطلين عندي أنا بالنسبة لي، أكثر من حببني في، طبعاً خارج منطقة النبي صلى الله عليه وسلم، نحكي على الصحابة عندنا. فعمر شوف فهمه الدقيق، شوف يقول لما وصل بالمنطقة مين استقبله؟ أمين الأمة اللي هو والي عمر على بلاد الشام، أبو عبيدة عمرو بن جراح. فلما استقبله في منطقة من بلاد الشام ماشيين، فسمعوا بخبر انتشار الوباء في منطقة بحسب طريقهم. فعمر بن الخطاب قرر تغيير الطريق. أبو عبيدة تخيل صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه بشيء، يا أبو عبيدة أمين الأمة، بس مش بالضرورة، بعض الأحيان ما يفوتوا شيء، هذا بشر. تخيل شو قال، يا أمير المؤمنين، سجل عندك افتح قوس، أبو عبيدة الصحابي أمين الأمة بيقول له عمر بن الخطاب فاروق الفاروق، بيقول له يا أبو عبيدة أتفر من قضاء الله وقدره؟ خلص اللي مكتوب لك حيصير، اللي هو فاهم كثير من الناس الآن، خليك ماشي خلاص هيك الله قدرك. عمر الملهم شو رد عليه وقال له؟ افتح قوس واحفظها. قال له يا أبا عبيدة أفر من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره، وأنت شو تعرفك يا أبا عبيدة بحقيقة قضاء الله إلا بعد ما يوقع؟ كيف حددت يا أب؟ شوف أنت فهم أحلى كلمتين، قال يا أفر من إلى قضاء الله، كأنه بيقول له ليش أنت، هذا طبعا بلغتي أنا، لا أنت شو خلص انتهينا من الصحابة. هاي العبارة لو حدا بده يستخدمها باجي بقول له ليش انت والعياذ بالله قاعد مع ربنا وعارف بالضبط شو قضاء الله قبل ما يصير وحكمت عليه؟ انت لا تدري، انت عندك قوانين واسباب بتاخذ فيها وبتمشي.
بعد ما يتم الأمر يقينا لا رجوع فيه تعلم أنه قضاء الله. أما قبل هيك التحجج بما ظاهره ما أنت تظنه واللبس أن هذا هو قضاء الله ليس قضاء الله لأنه لم يحصل بعد. فلاحظوا أفر من قضاء الله إلى قضاء الله وقدره. تحت هذه المظلة هذه المفاهيم عندي زي ما قلت محاور أربعة بدي أطرحها عليكم حول موضوع القضاء والقدر وربطا بالحياة السعيدة وتخصيصا الأسرة السعيدة. الآن المحور الأول، سؤالي حطيته من أين أتت المشكلة أصلا؟ ليش عندهم المشكلة؟ فقلت هو انتشار لسوء فهم بسبب برأيي الجهل نتيجة أن حاليا أمة حضاريا منهزمة، وإذا انتشرت الهزيمة يبحث المهزوم دائما على الحلول الترقيعية والسطحية والمهزومة وتعليق الشماعة على الغير. أنا بحكي على علم نفس، علم اجتماع وتاريخ الآن سنن. يعني الأفهام السقيمة متى تنتشر؟ لما يكون في ضعف، لما يكون في قوة. إحنا الآن أمة قوية مثل أيام قوة الأمة الإسلامية، هذه الجلسة الآن ممكن جدا ما بتكون أبدا أنها قاعد عفوا ما في متحدث يشرح للمسلمين شو معنى القضاء والقدر. نكون جالسين الآن حاطين خارطة العالم عم نحكي عن مصايب المساكين الناس اللي بدنا ننقذهم، وهي المجموعة بتروح تنقذ هاي المجموعة، وهي المجموعة بتروح تنقذ هذيك المجموعة، وهي عمالة نتناقش كيف بدنا نأدي دور الاستخلاف ودور عمارة الأرض في إنقاذ الناس ومفهوم كافة للناس بشيرة ونذيرة. هيك قاعد لازم تكون لو كنا أمة قوية، بس لأن أمة مهزومة الآن، مهزومة بإيش؟ بالمعنى الحضاري المدني وليس الحضاري الأخلاقي والقيمي. فيش على سطح الأرض أمة تملك مقومات الصعود الحضاري بمعنى القيم والأخلاق والفكر إلا الأمة الإسلامية. لكن إحنا مشكلتنا الآن لأسباب عديدة مهزومين سياسياً عسكرياً مدنياً، هذا أظن الكل يعرف أننا مهزومون به. لذلك الأمة اللي بيكون أفرادها تحت هذا التأثير بدوروا عادة لحظة الانهزام على الحلول الترقيعية، الحلول التمشي الحالية اللي فيها تعليق الشماعة بس ما بيحمل حاله مسؤولية. أعطيكم مثال حتى نقتنع، أنا بحب دائما أقنع اللي عم يسمعوني بقناعتي أو أخرجيهم قناعتي مشان يمشوا معي هم مرتاحين، ما يكون عنده حق صد، ما يكون عم يسمعني معامل البلوك مشان يسمع. مثال تيجي لطالب الثانوية العامة على سبيل المثال الذي لم ينجح في الثانوية العامة، إحنا نحكي عنها توجيهي على الأقل في فلسطين والأردن، رسب. الآن الوضع الطبيعي لو حللت ليش رسب ما درس، هاي نضيع وقته مع أصدقائه. باختصار الحل الأسهل طردوا عين، صح ولا لا؟ وإذا أمه المسكينة بعاطفتها يا علي يا حبيبتي هي حماتي أنا عارفة ما في غيرها، عملت له عمل. حط حالك محل الطالب، طالب قضاها السنة لعب وبزر وعزايم وأكل وشرب وبعدين رسب، الوضع حلو، يقول أنا رسبت وبستاهل، ولا تيجي أمه تغطي عليه وتجيب له خطأ فهم بعاطفتها وسذاجتها وتقول له حماتي عملت لك عمل ويلعب اللعبة ويسوق فيها، الوضع حلو. ومين بيجي هذا العرض وما بيستخدمه؟ معي انتم؟ مثال آخر، إن شاء الله ما حد يزعل مني فيها، قال أنا عارف رح تزعل. بنت تخرجت من الجامعة قعدت في بيت أهلها عم تستنى إيش؟ النصيب، صح؟ بيجي مستر إكس بشرب قهوة بروح ما بيرجع، مستر بي بشرب قهوة بروح وما بيرجع، مستر سي بتكرر بتكرر بتكرر. هذه ظاهرة التحليل عند الأم معمولها عمل محسولة مطروقة وأكيد سيلفتي، أنا متأكدة معيتو. وبيبلش الحل عند الحجابين والسحرة والدجالين، ببالغ ولا هذا واقع في مجتمعاتنا؟ طيب يا حجة معلش نحاول بالسنن الكونية نفهم ليش مستر اكس وبي واي اجوا وما رجعوا. روح اعمل شوية سيرتش على مستر جوجل، فلان المحترمة الأربع سنين بالجامعة كيف قضتهم؟ بقول لك بتحب أفرجيك صورها هي بتتعشى مع أصحابها ولا هي بتتغدى، بتحب أفرجيك السيلفي والصور الجماعية وأصحابها حاطين اليوم على كتفها.
أنو صورة فيهم؟ بقول له لا الله يستر عليك سكر الطابق بديش أشوف إيش فيه. وصلت؟ شيء طبيعي لما يجي. شيء طبيعي. معيتو؟ أنا كثير أنا ترى هذا المثال جبت لكم إياه مش ذكاء مني، واقع عشته. وقف على باب مكتبي عدة مرات صارت، تجيني أمي لي أنا شخصياً معي صارت. وقف على باب مكتبي أم تحكي دكتور لو سمحت ممكن تدلنا على واحد بيلقي رقية شرعية وبيقرأ الدنيا عالم؟ بضحك بقول لها أنا ما بتعامل بهيك شغلات ولا بدل. لا طب ماشي انت ما عارف انك ما بتتعامل بس دلني على واحد موثوق. قلت لها مين قال لك انها في وحده ثقيله هذا الموضوع؟ انا ضد الفكره اصلا لانه على الواقع غالبيتهم دجالين وكذابين والى اخره والصادقين فيهم قله واللي عندهم علم شرعي صحيح كيف يعمل الموضوع صح كمان قله. قلت لها انا لا بدل ولا بتدخل في الموضوع. ما هو طب ليش؟ القصه بتحكي لي بنتي هيك وبيجيهاش خطاب وبروحوا بيجيبوا بروحوا بيروحوا كذا فبدنا واحد يقرا عليها مشان يفك السحر. هي ماخذه قرار انه في سحر. هي مش جاية تناقشني هي في سحر ولا لا 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 هي جاية تبحث عن فك السحر بس أو هي متيقنة إنه معمول عمل. هي متجاوزة مرحلة الاستشارة لدى الخبير إنه معمول عمل وشو لا 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 هي بس دلني على اللي بفكه نقطة. فأنا بعض الأحيان رحمة بها اللي هي بتقبل أقول لها يا حاج معلش تفضل بعد شوي بس يعني نحكي فيه ألف لا المشكلة بنبلش الموضوع. قلت لها تسمحي لي أسألك كم من سؤال بس تفضل. بقولها انت كيف مربيه بنتك انتوا؟ قالت والله يا دكتور سعجني بس احنا فري شوي فري. قلت لها كيف يعني فري؟ قلت لها يعني بناتك كانت تطلع مع شباب؟ قالت لي احنا فري مو معقدين. قلت لها ماشي معقدين الله يستر عليكم انتوا احسن مني بس اللي فري اللي مو معقدين اللي بيسمحوا لبناتهم يطلعوا مع شباب ويتصوروا معهم في له ناتشورال كونسيكونسز للمنظور البشري. القاعده بتقول حتى الشاب اللي مش ملتزم واللي ما بيصلي واللي ما بيعرف الله لما بده يتزوج برضى يخطب وحده صاحبه شباب؟ عم بحكي على غير ملتزم مش عم ملتزم برضى حسب معرفتكم؟ برضاش. فالناتشورال كونسيكونس لقاعده منطقيه بديهيه بشريه ولها علاقه بالعرف والثقافه. فليش نستغرب ونعلق الموضوع على ايش؟ سحر وعمل وجن وحسب وكلام ما له علاقه بالموضوع. شفتوا هاي نمط التفكير؟ هذا عم بشرح فيه كيف موضوع القضاء والقدر انه كيف هلا هاي بدل ما توقف وتعترف تقول يا رب تسامحني انا غلطانه كنت عاصيه لك وبتسلى وبروح مع الشباب وبعمل الحرام وبتصور بالحرام وبطلع بتغدى معهم وما بيصير وما بيصير بدل ما توقف تتوب وتطلب من الله العفو امها بتساعدها وهي مقتنعه انه المشكله بالحسد والعين تبع الحمايه والكنه والجاره والحل ببلش بنتقله من سوء عمل الى شرك. وانتم تعرفوا الاحاديث الصحيحه من اتى عرافا او كاهنا طب لاحظوا من اتى عرافا او كاهنا اتى بس ماشي لم تقبل له صلاه 40 يوما. من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فيما قال في ادعائه للغيب والمعرفه كفر بما انزل على محمد. سلسله بس نقطتي ليش بندور على هاي الافهام؟ ما واحد فينا بحب يتحمل مسؤوليه. الحق مش علي مش انا يا الله اذا قدرنا نربي انفسنا على انه لما اغلط اعرف اني انا بتحمل مسؤوليه حياتنا راح تختلف. تحت هاي المظله الان ندخل بالمحور الاول. طبعا انا عم بشرح الان من اين اتت؟ مشكله فهم القضاء والقدر. عم بعطيكم المصوغات اللي دخلتنا على هذا الموضوع بامثله. الان النقطه الاولى ابرز النصوص طبعا عفوا عم بحكي بشرح من اين اتت المشكله، هاي اعطيت السبب الاول. السبب الثاني في نصوص ظاهرها فهم خطأ وكثير من الناس لا يطلب العلم من مصادره ولا من اهله فينتشر فهم ليش؟ خاطئ. واحده من النصوص الشهيره يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ظاهرها لما تسمعها اذا ما عندكش عفوا مفهوم باللغه العربيه ولا بالضمائر ولا بالسياق القراني ولا بالمفاهيم العقديه ولا بتفسير القران بالقران، ظاهرها ايش؟ يضل من يضل يعني ربنا هو يعني يفهم منها والعياذ بالله للوهله الاولى انت اعمل اللي بدك اياه اذا الله قرر يضلك رح يضلك مش هيك فاهم منها؟ اللي هم بسموه الجبر او التسيير مسير ومجبر مفهوم. واحده ثانيه انك لا تهدي او ايه ثانيه انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء ظاهرها بتشيله من السياق ومن الفهم والقران بالقران وسبب النزول واللغه العربيه والعقيده شو بدك تقعد تحكي هناك؟ انك لا تضيعش وقتك يا محمد اللي الله بده يهديه بهديه يفهم منها ايضا مفهوم الجبر والتسيير
ظاهرة، قضية يفهم منها لا يعني أنه هذا فهم صحيح. أنا عم بشرح من أين أتت المشكلة، اللي هو سوء فهم. أو أحاديث من ضمنها حسب ذاكرتي حديث صحيح مسلم اللي قضية بتحدث عن تخلق الجنين، اللي جزء منه إنه بعد ما ينفخ تنفخ الروح يأتي الملك قال فيكتب شقي أو سعيد ويكتب رزقه وأجله. فنصوص من مثل إنك لا تهدي من أحباب ومن مثل يضل من يشاء ويهدي من يشاء مع قضية يكتب رزقه أجله شقي سعيد، كلمة يكتب عم تترجم إيش؟ يجبر يسير يلزم لا خيار له في 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 المنظومة إيش؟ اللي خلينا نحكي الجمعية في الفهم. هذه سوء فهمة عم بتسبب إشكاليات عند الناس. إحنا الآن دورنا كيف نفهم الفهم الصح نطلع من هنا بإذن الله بغير ما دخلنا. طيب لذلك الحل عندي، الآن طرحت الإشكاليات، الحل عندي بيكون خطوات اللي سميتها المحاور. المحور الأول هو سؤال وجواب، بنحله في عندي 4 محاور رئيسية، كل محور بخلصه اعتبره زي أنا اعتبرني بدي أرسم لك لوحة فسيفسائية، متكون من عدة أحجار، بضل أركب أركب أركب، مش راح تشوف الصورة كاملة غير لحتى أخلص اللوحة كاملة. يعني أنتوا كلكم عاي عم تشوفوني عم بحط أحجار، لما نخلص الأحجار ونشيل الغبرة ونمسح ونلمع بقولكم ارجع 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 لورا اطلع على اللوحة، أوه بتشوفها كلها. فبالتالي ممكن تتغلبوا معاي لحتى أربط المحاور كلها مع بعض. المحور الأول بدي أسأله ونجاوب عليه، تحفظوه ونحطه عرف. بندخل المحور الثاني بحله بنحط عرف جنبه، محور ثالث بنحله بنحطه، بعدين بقول لكم شوفوا الأربعة مع بعض راح تتفاجئوا. احنا عم نرسم لوحة الآن، الجزء الأول من اللوحة، هل أنا مسير أم مخير؟ بمعنى هل أنا مجبر أم أملك قرارا؟ سؤال مش جديد ومش مسؤول فقط يوم الإسلام، مسؤول من أيام اليونان كانوا يناقشوا والرومان يناقشوا والهندوس ناقشوا الأمة العربية والأعجال وغير العرب، كل العالم ناقش، مش سؤال جديد. لكن في تاريخنا الإسلامي سأل من زمان جدا والناس اختلفت، إحنا مجبرين لا إحنا مسيرين. بمعنى ظواهر النصوص اللي حكيتها طلع من وراها مجموعة سميت في التاريخ الجبرية، الجبرية بأن إحنا الله خلقنا وأجبرنا على كل شيء. هنا اللي فهموا هذا الفهم صار عندهم إشكالية لما قالوا هيك الوضع، فرد عليهم أو قيل لهم طب إذا إحنا إذا أجبرني على كل شيء كيف يعذبني على أمر أجبرنا عليه؟ إذا الله والعياذ بالله ظالم. قالوا في ورطة إجوا جماعة بدهم يحلوا الإشكالية زي ما بقول، إجا يكحلها عماها قال لك أعوذ بالله، ربنا معقول يجبرنا بشيء؟ أبدا، إحنا مخيرين كل شيء. هذا رسوم القدرية، شو مخيرين كل شيء؟ طلعوا برا ربنا برا المعادلة، ما لهوش دخل. فاللي تسموهم التو اكستريمز، معناته فالموضوع لا هنا صح ولا هنا صح. خلاصته أنا في حياتي جزء من حياتي أنا مجبر عليه لا خيار لي فيه، وجزء من حياتي أنا مخير فيه مختار. والمشكلة مش هنا، يعني هذا ببداها بنعرفه. في حدا فينا خير في يوم ميلاده؟ سؤال. بشكله، جنسه، بوالديه، تاريخ ميلاده، مكان ميلاده، في حدا فينا خير؟ هل واحد فينا اختار أن ينولد عفواً بكندا ولا بفلسطين ولا بالأردن؟ ما في. معيتوا؟ هل في حدا فينا اختار يعني في علم الغيب سئل قبل ما إنه يطلع للحياة حابب تكون ذكر أو أنثى؟ في موجود؟ إذا إحنا بهذا الموضوع مسيرين ولا مخيرين؟ مسيرين. في بس مسير. في المقابل في بالبداهة عارفين حالنا في أشياء كتير نقدر نعملها ونقدر ما نعملها ولا لا. الآن أنت أنا سألتك 100 سؤال الآن، لو حبيت تحط رأسك حدا منعك؟ هيا أنا الآن عم بفكر إني أحط رأسي. قررت أحط رأسي. أنا الآن قررت بس ما بلشت التنفيذ. راح أنفذ كما 3 ثواني. 1 2 3. هذا مخير في هذا مش مخير. خطر على بالي أظن أحط رأسي هون 5 دقائق. مين اللي عندي؟ قررت أوقف. شفت يدي؟ مخير ومش مخير؟ مين خي؟ حدا فيكم مجبر بأنه أتى هنا؟ بالمعنى الفيزيكي الإجبار فيه؟ حدا فيكم بيصلي بالإجبار؟ أنا أقصد الإجبار معنى لا تملك له ردا، يعني في واحدة فيكم حجبة بالإجبار؟ أقصد بالإجبار بمعنى هي بداش تمس الحجاب بس كل ما تيجي تطلع على الباب الحجاب بطير
اللف راسه باللف هيك هيك والدم بيسقط بتطير وتدخل والوضع والمعاصم بتطير وتدخل الى في جد بحكي والله ما بمزح هذا هذا معنى الاجبار على الحجاب ولا بتمشي باختياري باختياري هذا عشرات الامثله عشرات الامثله حياتي مقسمه لجزئين بغض النظر عن اسمها المئوي جزء منها انا مجبر فيه وجزء منها انا مخير فيه الجود نيوز الان خذ قاعده وسجل عندك عشان نختم هذا الملف الان كل ما انت مجبر عليه لست محاسبا عليه سكر الفعل يعني لا يوجد يوم القيامة حساب ليش أنت ولدت في مصر ولا فلسطين ولا الأردن ولا الصومال ولا السودان لا يوجد حساب فيش شيء اسمه تعالوا أنتوا لأنكم ولدتوا في فلسطين الله يكون بقى يا عمي ما فيش زي الله يرحمهم نسأل الله أن يرحم جميع شهداء نيوزيلندا شفتوا شو علقوا الغالبية منهم فلسطينيين على فكرة غالبية القتلى الله يرحمهم فبعدها صار يتعلق بقول مسكين هالشيء حبي فلسطيني وين ما نروح قدر له 19-49 فلسطين بس الله يرحمهم جميعا وترى اسال الله يتقبلهم شهداء جميعا بس الفكره الشيء الشيء خير واحد يعني حكى له بس انا مثال يوم اصدق انك ولدت في الاردن ولا ولدت في السودان والصومال تروح لجهنم وانا يا ربي انا ما اخترت قلت لكم ظلم طبعا ظلم اعوذ بالله ما في منه هذا حكي طيب انا ولدت ذكر مش انثى في حساب علي؟ فيش والحساب بعد ذلك ولدت ذكرا فطلبت منك مهمات بحكم ذكوريتك فأصبحت رجلا فعليك حساب لسلوكات تتعلق بشيء أنت لم تختاره أصلا صح لكن بني عليه شيء أنت تختار فيه ولا تختار وضحت الأولى فالقاعدة الأولى كل ما أنا مجبر عليه لم أملك فيه خيارا لا يدخل ضمن الحساب يعني عفوا أنا وإنتوا الآن أنا مثال دائما بحكي هسه إنتوا قاعدين في هذه القاعة حتى اللي عم يسمعوني الآن على فكركم ربنا رح يحاسب أمثالنا على ضياع فلسطين أمثالنا أقصد طبقتنا على أصل ضياعها وبيعها إحنا في حدا فينا هنا يملك قرار سيادة على دولة وجيش وأمن قرار يحرك نص العالم يروح يحررها فيه ما نملك إحنا معيتوا عم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال والدليل قالوا له والدليل قالوا له يعني انا اقصد في مصائب كبرى عم بتصير انا ماذا املك حيالها؟ واحد بيقول لي املك الدعاء انا مش مختلفين املك الدعاء انا بقول هل ستحاسب يوم القيامه انه فلسطين انباعت قبل 60-70 سنه؟ ما تحاسب طب موضوع ثاني اذا الان بيطلع بايدي شيء وما عملته هل قد واحد بالمليون موضوع اخر انا سؤالي كان ضياعها قبل 60-70 سنة أنا أحاسب عليه؟ ما كنت أملك في شيء أصلاً لا أملك في شيء أنا لست صاحب سلطة أنا لست حاكماً ماشي؟ لست صاحب جيش لست إذا صرت في منطقة معينة بدخل في الموضوع هل مش أفهمكم كيف في الأمور اللي ما أتكلمش على إطلاقها مش معناته إن أنا بليش دخل في الموضوع لا لا في أشياء بعد ذلك أنا بقدر أقوم فيها لكن الفكرة في فكرة ما لا أملكه ولا ما لم أكن مخيرا فيه لا دخل لي فيه الأصل أن لا حساب عليه اللي إلي خيار فيه أو إلي قدرة عليه بدخل عليه إيش الحساب طيب اللي كان يملك قرار ضياع فلسطين أو جزء منه وقصر عليه حساب طبعا على حساب 100% فالموضوع مش على إطلاق على كل الناس موضوع مش على إطلاقه لكن المثال الأوضح جدا ولادتي اختياري والدي والدتي اخواني اخواتي اعمامي اخوالي خالاتي واحد يقول طب ليش زي في سؤال شيء بشيء يذكر على موضوع الالحاد فانسالت من بعض الملحدين مره بسياق معين طب دكتور ليش الله عادل؟ قلت له طبعا الناس ما هي عادل حتى مش بس عادل هو مصدر العدل قال ليش الله ما خيرني بانه عادل باني حابب اني انا انخلق ولا لا؟ قلت له كيف بده يخير بانه ما خلقك؟ شوف اللي انتم فهمان يعني هو انه الاي كيو عنده ضرب سكر الدنيا كلها جاي انه يعني بده يعني يسكت الشيخ لو الله عادل ليش ما خيرني؟ قلت له كيف بده يخيرك بدون ما يخلقك؟ يسالك بالعدم وانت لا شيء وياخذ منك قرار وانت لا شيء وبعدين كذا يعني السؤال نفسه سؤال عفوا فيه غباء في بعض الاحيان فبعض الاحيان الشيطان بيروح يدوح على الانسان بيصدق حاله الواحد بياخذها فعلا لو انا ليش ما خيرني؟ وكيف بده يخيرك؟ بعدين مين انت ليخيرك في هذا الموضوع؟ انت ند لله؟ هي النقطة انا انخلقت، إذا ربنا حاسبك لأنه خلقك على أصل الخلق وقتها بكون ظالم. أو بحاسبك لأنه خلقك ذكر أو أنثى وحاسبك على ذكوريتك أو أنوثتك بكون ظالم والحاشا.
لو حاسبك على وقت. طب شيخ ليش الله ما خلقني بوقت الصحابة ووقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدرك ربنا خلص قدر لك تيجي بالقرن العشرين الحادي والعشرين التاسع عشر وفبا مخير في الموضوع أنا؟ أبداً أبداً. بس ما في حساب عليه، بس تقدر تكسب منه أجل باستثمار وبضمن ما أعطيت. وضحت المحور الأول بدنا نبني عليه، حطوه على الرف الآخر، المحور الذي يليه مشان يفهم الإشكالية اللي سمعته جزء منها قبل شوي اللي هي إنك لا تهدي من أحببت يضل من يشاء يهدي من يشاء. هاي المصطلحات خلاصتها عند العلماء بواحد من الأفهام المبسطة، الهداية هدايتان والهداية نوعان، هداية تسمى هداية إرشاد وهداية توفيق. احفظوهم، الهداية إيش؟ نوعان، هداية إرشاد وهداية توفيق. هداية الإرشاد من الكلمة إرشاد، لا تملك سلطة ولا قوة عليك تلزمك بأن تفعل لا تفعل، هي ترشدك. إحنا الآن بنقول على اللوحات اللي على الشوارع شو نسميها؟ لوحات إيش؟ إرشادية. هلا أنا عم بسوق السيارة ماشي، اللوحة فرضا سألت سؤال، أنا الآن موجود، إحنا الآن موجودين بأوكفيل تورنتو، فلنفرض نروح على نياجارا فولز على شلالات نياجارا، بتبع إيش؟ انتوا هسه في عندنا جوجل مابس وشغل الى اخره، افترضوا على الطريقه التقليديه بتبع ايش؟ اللوحات الارشاديه، صح؟ بمسك خارطه في البدايه، بحط طريقه معينه، بطلع بمشي على الشارع. بالشارع نياجارا فولز يمين، اللوحه هاي هل تملك سلطه علي تجبرني اني ادور الستيرنج على اليمين؟ هي ترشدني، طب انا شايفها ومدرك ايش معنى السهم وفاهم العباره، لفيت الستيرنج على اليسار. فأنا بدل أروح على نياجارا فولز رحت على وسط مدينة تورنتو فرضاً، ففاتني الميتينج، فاتني المنظر الجميل، فاتني المشكلة على اللوحات الإرشادية ولا على الحكومة ولا علي؟ في البلاد العربية عمين؟ يعني مشان مثال ما حدش فهم غلط يعني، لا عملياً ولله المثل الأعلى طبعاً معي؟ فاللوحة الإرشادية بترشدني بس هاي تهديني، هي تهديني. أتريد أن تصل إلى شلالات نياجارا؟ اتبع اللوحات الإرشادية. من ضمن اللوحات الإرشادية الإشارات الضوئية تبعت المرور. الإشارات الضوئية بيقول لك أحمر إيش؟ قف. برتقالي خفف سرعة وتوقف إلى آخره. أخضر تحرك. طب إذا ما اتبعت اللوحة الإرشادية قديش في احتمال أعمال حادث سيارة أقتل أو أقتل أو أدمر؟ المشكلة باللوحة ولا فيي؟ هاي إرشاد، وهكذا قيس عليه. الآن مصطلح مفهوم شو يعني هداية إرشاد؟ طيب أعطيكم أمثلة عليها. القرآن كله هداية إرشاد، كله. القرآن بيقول لك افعل لا تفعل، دير بالك ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة، دير بالك اتقوا الله لمنين يغضوا أبصارهم يغضوا أبصارهم، قل يعني قل إياك وافعل، بس لا يملك سلطة مادية عليك. يعني فيش طاقة تطلع من القرآن تلزمك هيك بشعة ليزر وبتقول لا لا لا، هو بيقول لك اتقي افعل إياك غض قف اعمل لا تفعل كذا، وقضى ربك ألا تعبدوا بالوالدين إحسانا، بيجي بيعطيك بيقول لك إنه كان فاحشة وساء سبيلا، بيعطيك الأمر وبيعطيك التسويق وفهمك ليش وبيشجعك عليه وبيخوفك من عكسه وبيعطيك. هل يملك قوة عليك؟ قوة مادية إجبارية؟ أبدا. فأنت بتقدر تعمل وما تعمل. كل القرآن كله إيش؟ هداية إرشاد، ينطبق على مسلم وغير مسلم بالبالغ، زي أي كتاب بلس السنة كلها هداية إرشاد. ثلاثة، كل ما تسمع وتقرأ وتعي وترى وتدرك هداية. القصص اللي بتسمعها البلاوي، تيجي تسمع على واحد مثلا على سبيل المثال زي أنتوني فلو، حدا سمع بهالاسم؟ أنتوني فلو حدا سمع بهالاسم؟ طيب خلي هيك معلومة جديدة. أنتوني فلو يصنف بتاريخ النصف الثاني من القرن العشرين، يصنف أشرس ملحد في القرن العشرين. 50 سنة عاش هو، 84 سنة، 50 سنة قضاهم وهو يدعو للإلحاد وألحد بسببه إذا مش الملايين في مئات الآلاف. بال2004 على قولة أحد الدعاة المصريين، إدى جمعت مقلب وآمن. آمن. طبعا كان في له كتاب شهير جدا جدا جدا، كتابه لأنتوني فلو، هو أشرس ملحد في القرن العشرين.
كتابه اسمه There is no God. مشهور جدا الكتاب. فهو مطبوع هيك. There is أو هيك الإنجليزي أسف. There is no God. طبع الطبعة اللي بعديها نفس الكتاب بنفس الجلدين. There is no على النو حط خط أحمر وكتب A. There is a God. بعد 50 سنة بدعوة الحال. ما عشي؟ فليش عم بجيب ال ليش جبت المثل هذا؟ بقرأ وبدرس وبقرأ أخذ قرأ بدرس وبقرأ بدرس وبقرأ شاف اقتنع حس كذا إلى آخره أخذ قرار بناء على الإرشادات ومش لم أقل أنه يسلم ولم يسلم هو آمن بوجود إله كان يمكن وجود الإله في المقابل في حد فيكم ما بيعرف ستيفن هوكينج أشرح الفيزيائي في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين معظم حياته كان يؤمن بوجود إله قبل وفاته بسنتين إن لم تخن الذاكرة أعطى مؤشرات ترقى إلى درجة إنكار وجود إله طبعاً هي آخر العبارات اللي قابلوها فيه طبعاً هو مشلول شلل تام شلل رباعي تام ومتحرك فيه إشي متحرك فيه فقط عقله بيشتغل يعتبر من أذكى الفيزيائيين في العالم وهو كان جالس على ما يسمى مقعد شو اسمه إسحاق نيوتن في جامعة كامبريدج بالفيزياء فهو بحرك عينيه فقط ومخه شغال ولا إشي جسمه طوروا له جهاز خاص كمبيوتر بحركة عينيه على الجهاز بتحول لصوت مسموع كيف تسألونيش بس كان يسمع صوته زي صوت الروبوت وهو من أذكى أذكياء العالم فبآخر آخر آخر استفدت هاي معلومة الدكتور فضل سليمان الله يجزيه خير فبآخر مقابلاته فبسألوا سؤال بيقولوا له كذا بيقول إنه بالساينس we have reached a degree that العبارة نسيتها بالحرف بس بما معناها we are not anymore in need for God because we can explain everything by science بمعنى ما عدنا بحاجة لأن نفسر أي شيء في الكون بضرورة وجود إله لأنه صرنا قادرين نفسر كل شيء بالعلم فهو ليش قلت لكم عبارته كانت ترقى إلى إنكار وجود الإله لأن نكتة دكتور فاضل سليمان بعد ما حكى هذا الحكي قال بالعلم وما علم إنكار وجود الإله طبعا هو يوم ما عمل هاي المقابلة كان عمره 68 سنة طبعا مشلول شلل تام لاحظوا معي فالمقابل إله مين كان لاري كينج سمعتوا فيه أكيد مشهور جدا بأمريكا هذا لاري كينج والله يمكن له 50 سنة على التلفزيون فلاري كينج شو بيحكي له أبو الشيال أبو الشيال هو ما غيره شهير جدا لاري كينج شو بقول له بيقول له كيف صحتك بيقول له المحبينك في العالم كثروا جدا كيف صحتك بيقول له تخيلوا ناقض حاله بدقيقتين قال له صرنا قادرين بالعلم نفسر كل شيء بعد دقيقتين ربك بس لما بده يفضح يخبر هسه سأل السؤال قال له there is no need for God بما معنى حكيت لكم اياه because we can explain everything by science دقيقتين عم بختم البرنامج بيقول له كيف صحتك بيقول له طمئن المشاهدين علي فانا قبل 40 سنة قال لي العلماء بأنك لن تعيش أكثر من سنتين. مين قالوا له؟ العلماء. بالعلم شو قالوا له؟ No more than 2 years. هيك 10-40 سنة. وصلت؟ طب العلم قال لك إشي. أوكي يا زلمة طب وهنا هذا مفهوم الإسلام التسليم. في شيء أنت ما بتقدر عليه. عندك limitations طب هذا ما بيكفيك تقول يا رب بلاش تحكي يا رب في قوة خارقة خارج كل قدرات البشر اللي عم بتقلقهم هي انت نفسك بتقول قالوا لي بالعلم انت ميت طب اموتش رب القرار كان لمين للعلم والعلم بقول لك ميت انت you trust science هذول المساكين بقول لك I believe in science طبعا هي قصة ثانية هاي رح نعطي دورة على الإلحاد على فكرة أنا شخصيا من أنصار النظرية اللي بتقول إنه أكبر كذبة في تاريخ البشر حالياً تعرف شو هي برأيي؟ scientifically approved أثبت علمياً هاي أكبر كذبة برأيي أنا طبعا هاي لما أدرس الإلحاد بحكي عنها كيف تستخدم هاي العبارة لأكبر كذبة في تاريخ البشر تم إثباته علمياً موضوع ثاني بس على كل حال أنا بعطي أمثلة على موضوع هداية إيش؟
الإرشاد. فحكينا القرآن كله، السنة كلها، ما تسمع ما ترى ما تقرأ من الأحداث من الأفكار كلها كلها ترشدك ترشدك ترشدك. بختم هداية الإرشاد بآخر مثال وخليته للآخر مشان ما حد ينسى. تعرف شو هو؟ الفطرة. أنا الفطرة بسميها تسمية خاصة اللي عندي أنا. الفطرة اللي هي ال basic minimum requirement of the built-in divine system. يعني الفطرة هي الحد الأدنى من المنظومة اللي نخلق بها وتعلمنا بأساسات الصح والخطأ والحق والباطل، أساساتها مش أكملها، أساسها. ولله المثل الأعلى. بدي أقرب لكم الصورة. الفطرة هي زي الأوبريتنج سيستم في الكمبيوتر. هلأ الويندوز نظام تشغيل، الهاردوير ولله المثل الأعلى، الهاردوير في الكمبيوتر اللي هو الجسم تبعنا، هاي فطرتنا الخارجية، ماشي؟ هلأ الهاردوير إذا ما حطت عليه نظام تشغيل بيستفيد منه شيء؟ عندك شاشة وعندك كيبورد وعندك كيس ومذر بورد وبدك إياه، كهرباء وسلاك وبدك إياه، إنتل ومش عارف مين واللي بدك إياه، ما فيش نظام تشغيل سوفت وير تستفيد منه ولا شيء. فهاي الجسم اللي هو الهاردوير، هاي الفطرة الخارجية. الفطرة الداخلية نظام التشغيل، نظام التشغيل هو اسمه نظام تشغيل، فيه الحد الأدنى من المعلومات بس بدونه ما بتشتغل. طيب نظام التشغيل بتنزل عليه ويندوز، عفوا اللي هو ويندوز صح؟ بتنزل الأوفيس. الأوفيس يشمل فيما يشمل الوورد والإكسل والباوربوينت وإلى آخره. بدك تترقى أكثر بتروح للأدوبي فاميلي مثلا، بتعمل البريمير والأدوبي فوتوشوب ومش عارف دود من العالم. طيب نزلت هدول الشغلات، مجرد ما نزلوا على جهازك بيطلع من عندك قصيدة كاملة من الكمبيوتر. شو بدنا نعمل؟ هلا بحتاج، لاحظوا، بحتاج نظام التشغيل اللي هو الفطرة. بعد نظام التشغيل بدي البيست سوفت وير واتعامل فيه واتدرب عليه واشتغل، بطلع من الجهاز مادة مرئية، مادة مسموعة، مادة مقروءة من خلال الشغل والكذا والأداء والعمل 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 مع السوفت وير. ولله المثل الأعلى. نظام التشغيل عندنا الفطرة. السوفت وير الجنيون الصحيح النازل لنا هو القرآن والسنة. العمل بهما بيعمل لك النتيجة بالرواية المطلوبة أو الكذا المطلوبة أو كذا المطلوب، تكافأ عليه. بتجيب نسخة مش جنيون الشغل رح ينضرب. اللي بنزل سوفت وير ما بيشتريه مش لايسنس، مش بأي لحظة وما عندوش أنتي فايروس، شو بصير فيه؟ بأي لحظة ممكن ترى تمشي معك فترة ما يصير ولا إشي، لكن قبل تسليم بروجكت بليلة فعلا الجهاز اضرب خبط عليك راحت عليك خلاص، راحت ذاتس إت. وصلت الفكرة؟ فهذا الآن هاي كلها شو سميتها؟ هداية إرشاد. يعني فطرتي من الداخل. أعطيكم مثال بسيط جدا، طبعا هذا مثال يمكن ينفع أكثر للعرب تخصيصا. هذا المثال بدي أحكيه بقدرش أستخدمه لغير العرب بسبب إنه الحالة الثقافية عملت تطور خطير بالمنظومة العربية. لما أحكي للشاب مثلا، أجي أقول له على موضوع الصحبة والصداقة والاختلاط المحرم، إنك تصاحب بنت بالحرام غلط، أنا ما بحتاج إني أناقشه لا بنص ولا بقرآن ولا بسنة. بإيش بروح له؟ بقانون أترضاه لأختك. شو معنى أترضاه؟ من الداخل فطرته مدرك هو بأصل الفطرة اللي نسميه إحنا الغيرة على العرض والشرف، هذا أصل الفطرة. واحد بيقول لي لا مش موجود عند الآخرين، لا موجود عندهم، بس إحنا بسموه عندنا قتل شرف أو بسموه الشرف، هناك بسموه قتل بسبب الغيرة للبوي فريند والجيرل فريند. التسمية بتختلف بس المضمون هم بشر زينا. تعرف إنه حالات القتل في الغرب بشكل عام من الرجل للمرأة تتضاعف أكثر مما يسمى قتل الشرف بلادنا، لكن الاسم مختلف بس. وهي مشكلتنا إحنا، بضحكوا علينا في الإعلام، بقتل روحوا تابعوا، اللي ما عنده فكرة يتابع جوجل ويطلب الإحصائيات على حالات بسموها القتل بسبب الغيرة على الجيرلفريند. بس هي تحرك وإيش؟ إشي فطرة، ترى فطرة إنه هو هاي إلي بتاعتي أنا مسؤول عنها. فلما حدا يدخل على الخط إلى آخره، طبعا هنا بيدخل السوفت وير الإلهي الصح، إنه تعرف الحدود. هاي اللي إلها مكانة كبيرة جدا عندك بتدخل على خطها بشيء اسمه خطب وزواج، تنفصل عنها تسريحهم بإحسان ومعروف بإحسان أو ارتباط بمعروف بإحسان،
ولو عملت غلط لا تملك شرعا أن تؤذيها جسديا، ولكن بتفرق بيناتهم الله يهديها ويستر عليها، ممنوع تلبسها وتضربها. بينزل السوفت وير الصح يقول لك كيف تتصرف، اللي ما عندوش السوفت وير الصح بقتل، لكن بالخبث والشطارة بسميه أسماء أخرى. إحنا نتيجة تخلفنا الحضاري نتلبس وقتل شرف وشرف وشرف اليوم، ويتلبس للدين كمان والدين ما له دخل. بس أنا قصدي ماما موضوع الفطرة، بالفطرة الآن هذا المثال طبعا أمثلة كثيرة جدا، يعني ضمن الأمثلة اللي كنت بحكيها لطلابي لما أشرح موضوع الفطرة، وهي بختم فيها هذا المحور، من ضمن الأمثلة العجيبة أقول لهم شوفوا لو جبتوا امشوا معي بهذا المثال، لكن تخيلوه لأنه مثال لازم تتخيل فيه. تخيل لو إننا جبنا مجموعة 100 طفل أو 1000 طفل متوسط أعمارهم سنتين، يعني لا هم أطفال يعني بمعنى بس حديثي الولاد جدا جدا، ولا هم لازم يكونوا كلهم ولا واحد فيهم بيحكي، يعني حطوهم بسن بدينكم سنة سنة ونص سنة وسبعة أشهر ولا واحد فيهم بيحكي. تتخيلوا سنة وسبعة أشهر في عنده إدراك لا بأس به بيتعلق بالأمور البسيطة جدا، هل تتخيل واحد سنة سبعة أشهر ممكن يدخل جامعة؟ لا لا صحيح مثلا ما بمزح، سنة وسبعة أشهر ممكن يدخل جامعة؟ طيب ممكن يكون فيلسوف؟ ممكن يدرس قراءة وكتابة وعلم وفكر؟ مش ممكن صح؟ بشريا هل هذا ممكن؟ مستحيل. طيب لو جبنا حوالي 1000 طفل من أقصى شرق الصين لأقصى غرب كندا عشوائية من كل أهل الأرض وجمعناهم بهذا العمر وعملنا معهم التجربة التجارب التالية بسرعة، أعطيني أراءكم اللي معبروا، حطناهم أمامنا. فالآن اجينا جربنا هاي التجربة مع كل واحد لحاله بس هم 1000 وكررناها مع 1000، نخلي الطفل قاعد بكل هناء وهدوء ولا دريان بإشي وبكاني ولا ماله إشي، فجأة وقف عنده فاجئه وصيح على وجهه بطريقة عفوا بدي أجفلكم بدي أعمل الحركة الآن بتجفل ماشي خلي مشان ما حدا، أنا بعرف في ناس راح يجفلوا بس راح يجفلوا ستقول ما يجفلوا حتى بعد هذا الحكي. واحد الطفل يكون زي هيك هذا بدون يحكي له باع في ناس جفلوا ترى شو بيصير 99% منهم شو بيصير فيهم بيبكي بولتاج ممتاز متفقين عليها. طيب نفس الأطفال تعالجهم وكرر مع كل واحد 1000 على حدة ادخل عليهم بأجمل طريقة ممكنة مبتسما هادئة وكاغيلهم باللفظة اللي هي المعروفة على قلبي ثقافته، يعني احنا بنحكي بعرفش غير بنحكي غير بغض النظر، اخرج صوتا مع ابتسامة فيها نوع من الحب والود في الأغلب شو بعمل؟ بيبتسم أو بضحك معاك. طيب خلي هذا الطفل كبر لي اياه شوي سنتين وكم من شهر لسه ما بيحكي، اعتبره ما بيحكيش لا درس ولا ثقف ولا شيء، بس شوي اكبر مسك لي اياه حبه شوكولاته معيتو. غالبا في هذا السن الطفل اللي ادرك معنى الحلاوه بزكاوتها ومسكها بايده وبتركها لا اي حدا عم بياكل منها مبسوط، جيبوا الألف كرر معهم بالتجربة التالية اخطف منه حبة الشوكولاتة بطريقة عنيفة جدا قصبا عنه، غالبا ردة فعله بيبكي بزعل بصيح صح؟ طيب جيبوا لي نفس الألف طفل كرروا معهم نفس التجربة، انتوا عم تعملوا قياس الآن لأنه مر عليكم يا مئات يا عشرات بحياتكم يا أولادكم يا أولاد أولادكم يا أولاد إخوانكم يا أولاد إخواتكم عم تعملوا قياس بدهي أنتوا، يعني كل ما مر عليك في حياتك وقد يكونوا 50 أو 20 أو 100 نفس الحالة، لذلك لما تتوقع الألف شو بيصير فأنت صادق بالقياس. طيب هذول الألف نفسه كرر معهم التجربة التالية، خلي معاه قطعة الحلوى جيب بإيدك إشي يبدو أزكى منه، يعني فلنفرض جيب معك آيس كريم وماسك شوكولاتة فلنفرض وتعال له وتودد له بلغة الصم والبكم، يعني احكي معاه بالإشارة لا تحكي كلام ولا تناقش، ابتسم وجهه بدي أفترض أنه ماسك مثلا هاي الشوكولاتة وهي الآيس كريم ابتسم فهمه بالبادي لانجوج بالفيس اكسبريشن باللي بدك اياه انك تعرض عليه ماذا؟ المبادله، تقدر ولا ما تقدر؟ في طرق عديده. طيب في احتماليه يعطيك اللي بايده وياخذ اللي بايدك اللي ظاهرها اذكى؟ وارد؟ وارد جدا ممتاز. طيب احتماليه اللي بعدها جيب هذا الألف طفل اعمل علاقه خاصه مع كل طفل لدرجه يغلب على ظنك انه صار يحبك ولو لمدة أسبوع بس بس صار يحبك خلاص صار يأنس بك ويحبك ويحب رفقتك
ماشي؟ خليه يكون عم بياكل هذا الاشي الزاكي، تعال عنده واصطنع البكاء والحزن انك عم تبكي، انك بدك الاشي الزاكي اللي معاه وانت كتير كتير متضايق وهو بحبك، في احتمالية يترك اللي بايده طواعية لك؟ جدا. طيب تعرف ان انا الان شرحت لكم اعقد الفلسفات الموجودة في الدنيا؟ انتبهوا، من كان ممسكا بشيء بالفلسفة، عم بحكي قانون الان، انا قانون ما أملكه بالفطرة فهو لي ولا حق لأحد بأخذه إلا بإذني، فلسفة وقانون. فإذا أخذ عنوة لأني لا أستطيع الحديث بس فطرتي مستوعبة، أصرخ وأصيح، لو ترجم صراخي فهو ظلم، أنت ظالم، ولو طلع بإيدي أخذ الحق منك وأنتقم منك يا ظالم لن أقصر، لكنه لا يستطيع التعبير فعبر فقط بالصراخ والبكاء. لكن إدراكه لأنه حقه لا يوجد يؤخذ إلا بإذنه عبر عنه بالصراخ، بدليل أنه تكرر عند الجميع. طيب اللي بعديها، ما أملكه حقي فإذا أردت بطوعي أن أستبدله بما يغلب على ظني الخير فيه من وجهة نظري فمن حقي أن أستبدله. هاي فلسفة ولا مش فلسفة؟ قانون مش قانون، هاي قوانين دولية بتشتغل عليها، هاي ومدركها بفطرته، لا أنت درست ولا هو درس، الله زرعها فيه، ماشي؟ وهكذا. طيب تعطيني ما أملكه لي الحق أن أتخلى عنه طوعا، إن أنا رغبت الصدقة والمساعدة وحب الخير والإيثار والتضحية بالفطرة. هاي الأمور كلها ندركها بفطرتنا أم لا؟ تعرفوا لولا الفطرة لما استطاع الله أن يقيم علينا حجة بأي قانون؟ جد أحكي مستحيل. طب إذا أنت مش مدرك أصلاً معنى، يعني أنت مجرد مطلوب منك تكون تعرف كل شيء بالإسلام شد، لا لا لا، بالفطرة، لأنه بالفطرة دليلي على ما أقول. أنا شرحت هذا الموضوع من دليلي، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً. فاهم وعارف ومدرك. آخر مثال، فكرة ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. لو بدك تيجي تحكي لواحد يا علي مش فاهم، انت كيف بتعرف انه مش فاهم؟ بتعرف انه مش فاهم لو اجت القرص على جهته والمشكله عنده وكانت رده فعله زي لما كان حق له. فاهم ولا مش فاهم؟ اطلع. مثال الحقائق اللي تظلم كلمتها. شوف طبعا لازم نخشش الموضوع، احنا بنحكي عن عائله. الحماية اللي بتظلم كنتها أو الكنة اللي بتظلم حماتها، كمثال تقدر تقول عنها مش فاهمة؟ طب هو ارجع بالتاريخ 40 سنة لورا، كان دعائها اليومي 86 مليون مرة قبل الصلاة ومع الصلاة، وهي بتفلفل الرز وهي بتطبخ وهي بتكنس وهي بتمسح، إلهي ينتقم منك يا ظالمة، إلهي ينتقم منك. طب عرفت معنى الظلم؟ طبعا. طب اسألها حجة شو الظلم اللي كان يقام عليك؟ صحيني بكير غصبا عني بما لا دخل فيها، انا ما تزوجتها، تزوجت ابنها. ممتاز. طب انت شو عم تعملي الان؟ تدرك ولا لا؟ بالفطره تدرك ولا لا تدرك؟ تضحك على مين يا رب؟ طيب مشان الاخوه اخوات ما يفكروا ان امثلتنا كلها مع كذا، الاب اللي ببهدل ابنه وبصيح على ابنه بقول له اسمع الله ضمرك بالكذا إلى آخره وبمسح في الأرض وبسمعه بدون يعلم، أنا لأني أب بدك تقبل. هو ما كان ولد قبل 25 و 30 سنة، وأكثر إشي كان يجرحه في الحياة لما أبوه يبهدله. ألا يدرك معنى أن الأب يصرخ على ابنه بطريقة مهينة؟ هذا شيء جارح بالفطرة، بس إحنا نستخدم الشرع غطاء ديني. معي أنتو؟ نفس الشيء على الأمهات، فكرة إلهي وديك، إلهي يجيبك، إلهي يلعنك، إلهي يبعث لك، اللي يفرك يبدك زي ما بتفرك يبدي. إلهي يدعو 24 ساعة الدعاء هذا. هذا يدخل على ألسنة مين؟ الكنديات صح؟ أكيد هذا بتكون كندية وهي قاعدة تطبخ بدها تحكي إلهي يبعث لك. هذا مشكلة بالثقافة العربية. بس الفكرة الآن وصلت هداية إيش؟ الإرشاد. الفطرة واحدة من هداية الإرشاد. نلخص بسرعة. هداية الإرشاد الآن التلخيص. هداية الإرشاد التي شرحتها اللي هي القرآن كله والسنة كلها والفطرة واللي بتسمعه واللي بتشوفه واللي بتقرأ كله كله كله، هذا هداية الله للبشر جميعاً
لم يمنعها عن أحد، زي لوحات الجليل في الشارع. هنا نقدر نيجي نفهم فكرة إنه ما على هديها، خليني أكمل الهداية، مقابلها عندي هداية التوفيق. يعني من يتبع الإرشادات يصل يوفق. هاي هداية إيش؟ توفيق الإكسترا. واحد الآن الإرشادات في الجامعة بتقول لازم تقدم في النفرة 3 امتحانات، ولازم تقدم 2 بروجيكتس، ولازم تقدم تعمل أسايمنتس مش عارف 4-5 وتبقى إرشادات. إذا ما عملت هيك ترسب. إذا تأخرت عن أي امتحان، والله سبحانه وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تعرفوا الحديث مشهور جدا، ربنا بيقول من عاد لي وليا، رب سمى الله مجموعة من الناس بالأولياء وأعطاك مواصفات هذه الأولياء، هؤلاء الأولياء اللي ربنا بيعلن الحرب لأجلهم على من عاداهم. يعني تشوف السؤال كيف الله بيقول لي في مجموعة منكم يا عبادي اللي بيجي فيهم أنا بعلن الحرب عليه. شو خطر بالك وقتها؟ يا الله طب من هم هؤلاء الناس؟ من عاد لي وليا فقد آذنته، أي أعلمته بالحرب. بكمل لك الآن كيف تصير ولي إذا حبيت. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال لا، أول شيء اللي ربنا أمر فيه بدك تمشي فيه. اثنين وما يزال إيش؟ ما يزال إيش يعني؟ استمرار. طب كم يا رب؟ ما نعرف. شغل مع إخلاص، شغل سنة الله أعلم، سنتين الله أعلم، 5 سنين 20 سنة ما بعرف. وما يزال يتقرب بالنوافل. انتهينا من المحرمات والمفروضات، بطلوا جزء من المعادلة، ما بيناقشش موضوع منتهي من كل المحرمات ومنتهي من كل الواجبات، شغله كله صار إيش؟ بزيادة النوافل. ما يزال وما يزال وما يزال. قال حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه. طبعا كلها ألفاظ مجازية، سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يم، وإن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعيدنه. هاي خاصة لكل واحد؟ لا، هذول اتبعوا الإرشادات بالماكس، ظلوا يتابع، فوفق لأعلى الدرجات. طيب اللي ما وفق لأعلى الدرجات أخذ حظه من الهداية العامة. فمش فيش واحد في الكون لم تأتيه الهداية. بناء على ذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، هنا هداية إيش؟ هداية التوفيق. هداية الإرشاد أصلاً غصباً عنا حاصلة، ربنا ما تركها لخيارنا أصلاً، فطرتك بتعطيك الجواب لحالها. والقرآن موجود بدك كل ما بدك، وسمعك موجود وبصرك موجود، لا يتناقش أصلاً. هذا النقاش عن هداية إيش؟ هداية التوفيق. مش كل الناس يوفق. يعني الله لا 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 يوفق لأنه هداية الإرشاد أنا ما اشتغلتها، أنا رفضتها، فبالتالي منع عني ما بعدها. كومن سنس ولا لا؟ واحد يقول لي شايف ما نجحوني في الجامعة، قسماً بالله أنهم ما بيستحوا. قلت له استنى بس معلش اكمل، عفوا حضرت الامتحان. قال لي لا. قلت له طب بس سؤال، سجلت بالجامعه؟ قال لي لا. قال لي ليش ما نجحوني؟ يا زلمه مش مسجل بالجامعه اصلا انت، وما حضرت امتحان ولا حضرت ولا حصه، او ليش ما نجحوني؟ شو بتحكي لواحد بيحكي هذا المنطق؟ هو ما تتكلمش معه خالص احسن، لانك حتوقع دماغك مش كده؟ كيف بحكي لهجه انا؟ دماغك حيصدع، ضيعش وقتك معاه. بس هي الفكرة، بدي نحل إشكالية الله بيهديني الله ما بيهديني. لا 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 لا، الله هذا الجميع. هداية الإرشاد انتهينا منها. من أراد التوفيق يحضر الحصص، يدرس، يقدم الامتحان، يسوي اللي عليه، والنتيجة بإذن الله ستأتي بناء على جهدك وإخلاصك، مش بناء على قدر الله ضدك. اسحك تفهم غلط. خلصنا من الأولى، واضح؟ المحور اللي بعديه أو الجبهة اللي بعديه، اللي بعديها. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا عفوا، أنا آسف، كنت حاططهم الاثنين، موضوع المسير أو المخير محور، وهداية الإرشاد هداية التوفيق محور. فأنا خلصت الآن محورين، بدي أنتقل المحور الثالث. هذا شوي بده خلينا نحكي نوع من الصبر، في شوية فلسفة،
لكن اللي بيستوعبه انا ازعم انا زعيم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ قال انا زعيم ببيت في ربض، الحديث الصحيح، قال انا زعيم ببيت في ربض الجنه، في روضات الجنه، لمن ترك المراء وهو محق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قياسا عليه بقول لك انا زعيم باذن الله بألذ واسعد لحظه في حياتك في علاقتك بالله اذا فهمت موضوع القضاء والقدر صح. والله لانه كل نظرتك للكون بتنقلب ايجابيه بطريقه عجيبه جدا. الان لب محور حديثي هو الان الاخطر هو الان. مشكله القضاء والقدر الكبرى عند كثير من الناس سواء منتبهين ولا مش منتبهين هي عدم ادراكهم لحقيقه معنى علم الله. شو دخل هالموضوع؟ مش قلت لكم واحدة من المشاكل قضية يكتب ومكتوب؟ أقول لك يا شيخ مش ربنا بقول لك كل شيء عنده في كتاب وكل شيء مكتوب وكل شيء مقدر وقدره والملك كتب بشكل هيك احنا دائما وتسترو. لكن خطأ فهم كلمة مقدر ومكتوب وسجل هاي عملت عندنا احنا كالريشة في مهب الريح وربنا سبحانه وتعالى خلص قرر شو بدي اسوي؟ ترى حتى واحنا عم نحكي حتى لو انا نظريا بحكي غير ذلك في شعوري في الداخل شو بدي اعمل؟ سبحانه وتعالى هيك قدر بيختلط عندي الصح والخطا في الموضوع. عشان حل الاشكاليه بدي ارجع للمربع الاول. حلها يكون اني افهم معنى علم الله. ارجع للمربع اللي قبلها. علم الله من ضمن صفات الله. سجل نقطه عندك اخي الكريم واختي الكريمه. الله سبحانه وتعالى خالق واحنا كنا مخلوقين والكون كله مخلوق. حتى نفهم صفات الخالق لا يجوز ان نقيسها على صفات المخلوق. فلما نحكي علم الله لا نقيسه على علم المخلوق. علم المخلوق محدود مقيد قصير ضعيف وله طرق لا علاقة لها بالله سبحانه وتعالى. خلق الكون ومن ضمن الكون خلق الزمان وخلق المكان وخلق المخلوقات اللي احنا منها. فكل ما له علاقة بصفات الله حقيقتها لا نقيسه على اللي عندك، تؤمن بها بالمجمل دون إدراك الكيفية، ومن ضمنها علم الله. أعطيكم مثال شو قصدي فيه. هلأ أنا وأنت كبشر كيف نتعلم؟ ربنا قال وهو الذي خلقكم أو خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا بشكل آية. وهو الذي من حفظ النص وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إن شاء الله أكون اقتبسنا صح. مطل الشاهد بنبلش نتعلم. أنا بكون الآن فرضا أنا الآن هذا أنا التايم لاين تبعي. فلنفرض أنا الآن عمري 10 سنين لا أعلم أي شيء عن الكمبيوتر ساينس. هنا أنا 20 سنة خلال هال10 سنين بقرأ وبتدرب وبتعلم فعم بزداد 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 صار في عندي علم لا بأس به عن الكمبيوتر. وما حتى بالكمبيوتر لا أعلم كل شيء لأنه كل يوم في مخترعات جديدة وفي كذا، لكن صار في عندي علم. يعني أنا بتمر علي لحظة بكون في الماضي لا أعلم، بالمضارع في البروسس عم بتعلم، للمستقبل صرت ايش؟ عالم بهي الشغله. فكره كنت لا اعلم اتعلم علمت هذه not applicable على ربنا سبحانه وتعالى. ربنا فيش عنده انتبهوا شوي فلسفيه بس يعني استوعبت جزء منها بتريحك. الزمان والمكان مخلوقان. ربنا ما بينطبق عليه شيء اسمه زمان، ربنا ما عنده ماضي حاضر ماضي مضارع مستقبل. فيش لحظة تمر على الله بيكون ما بيعرف بعدين بيحاول يعرف في seeking knowledge حاجة بعدين صار بيعرف فبيفرح إنه عرف. أعوذ بالله هذه لا تنطبق على الله. هاي أنا وإنت فيها بس جزء من الخلق. طب كيف؟ ما بنعرف الكيفية لكن الزمان مش منطبق على ربنا، ما عنده زمان بينطبق عليه. واحدة من مؤشرات إعلام الله إلنا بهذا الموضوع لما يعبر لك عن يوم القيامة بالماضي يقول لك قالوا وهم يصطرخون فيها قالوا يا مالك. معظم احداث القيامه او كثير منها بتشوفها بالقران الكريم بصيغه ايش؟ الماضي. ايه طب لسه ما صارت ايش؟ ما قال لك س. طبعا بلاغيا تفسر بانها كنايه عن قوه تاكيد الوقوع. علميا واكاديميا هي احدى مؤشرات اعلام الله لنا الزمن هذا عندكم مش عندي. الامور كلها تحت يدي ما عدا ادراك الكيفيه ولله المثل الأعلى. فهي نقطة لازم نعرفها إنه علم الله ربنا يعلم كل شيء. طب كيف؟ ما بتقدر تعرف الكيف لأنك لا تعرف تدرك حقيقته، لكن تؤمن
مؤمن بأنه يعلم كل شيء. ممتاز. هذا الذي يعلم كل شيء جزء من علمه، ها، المسير تبعي والمخير تبعي. انتبه اللي حتى ادناه في البداية. هلأ من ضمن علمه كان يعلم، صح، المسير خلصنا منه، صح، يعلم بالمسير، هو قرره أصلا وأجبرني عليه ولا حساب عليه، انتهينا منه، مظبوط. شو ضل عندي الآن؟ المخير. طيب، يعلم بالمعنى الزمني الشيء قبل وقوعه وكتبه، صح؟ طب تيجي من إشكالية هسا مشان تحل الإشكالية، كلمة كتبه غيرها بذهنك لمصطلح آخر إذا تسمح مبدئياً، بس شيل كتبه، حط بدالها دونه، سجله، ثبته. شيل كتب، حط دون، ثبت، سجل، ماشي؟ واحفظ العبارة التالية، عبارة بسيطة: علم الله في هذا الموضوع اللي هو المخير كاشف غير مؤثر. احفظ العبارة واشرح لك معناها هذا. شو ماله علم الله؟ كاشف غير مؤثر، ولله المثل الأعلى. بدي أعطيكم مثال الآن، لولا أني عم استخدم شو اسمه الموبايل تسجيل كمبيوتر، في ممكن حدا يعيرني موبايله، معلش محتاج الجهاز، بس أمسكه بإيدي إذا تكرمت. أيوة، جزاك الله خير، عشان بدي أعمل التجربة، أنا بحب الأمور البصرية مشان تحفظوها، جزاك الله خير. الآن انتبهوا علي، بدي أعمل تجربة عملية، بدي أعتبر الأخ الكريم، ممكن أجل أو خليني أجل تجربة على الشاب المصري. قديش عمرك حبيبي فات؟ معش. شو اسمك؟ سليمان. طيب، بدي أجل تجربة عليك، معليش اسمح لي. بدي أفترض الآن إنه أنا معي، شفتوا بأفلام الخيال العلمي ليش اسمه التايم ماشين؟ شو هي؟ آلة الزمن، مسافر فيها عبر الزمن للوراء ولا الأمام. نظريا نتخيل، مش أفهمكم شو يعني علم الله كاشف غير مؤثر. بدي أفترض إنه أنا عندي آلة الزمن، دخلت فيها ومعي هنا جهاز، هذا الجهاز بيصور صوت وصورة وروائح وأحاسيس ومشاعر. الجهاز ومعي آلة إيش أنا؟ آلة الزمن، وعندي القدرة بكبسة إني أكون انفيزبل. شو يعني؟ لا يمكن رؤيتي، بقدر أسافر في الزمن. فأنا مسكت هذا الجهاز وركبت به آلة الزمن وصرت، كبست على الزر، حطيت التارجت تبعي سليمان عمره 12 عام. فأنا كبست على الزر تك 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 إلى آخره، ورحت بعد 50 سنة. بعد 50 سنة سليمان قديش يكون عمره؟ 62 سنة. افترضوني أنا الآن هنا هاي بالتايم لاين، سليمان هناك 62 سنة. فأنا كبست رحت، فعم بسجل الآن سليمان 62. سليمان مين؟ جد سليمان، صح؟ فماشي بطير وبصور ولا حدا شايف ولا حدا له علاقة فيه، لكن سجلت مواقف وأحاديث ومشاعر وأحاسيس ورياكشن وقصة. وهنا كان السايز تبع التسجيل عندي انليمتد، ماشي، فول ريزوليوشن، قلت صوت صورة ايش؟ أحاسيس ومشاعر وروائح. تخيل كل شيء، كل شيء سجله هنا بطريقة عجيبة ولله المثل الأعلى. سجلت كل شيء، ركزوا الآن معي كثير، وكبست الزر، حطيت ريفيرس ورجعت. هيني الآن في الزمن، هيني الآن أنا هسه هون عندي حوالي 10 ملايين تيرة تسجيلات لسليمان من 55 لـ 68. هون هاي موجودة. أنا الآن في التايم لاين هو 12، هيني الآن هو لا يعلم بي ولم يرني ولا يدرك أن هذه القدرة معي. في أي علاقة بين جهازي ووجودي والتصوير اللي بيدي على إرادة سليمان لما بده يكذب أو يصدق أو يأكل أو يشرب، في أي علاقة؟ هذا علم الله كاشف غير مؤثر. وصلت؟ وصلت؟ بسيطة؟ ولله عم بقرب الصورة أنا، ولله المثل، عم بقربكم عن الأمر أعقد وأكبر وأقوى وأعظم من ذلك. أنا بس بدي أقرب الصورة. أنا بدي توصل للمرحلة وجود العلم مدوناً مسجلاً مثبتاً مكتوباً بلفت اللحظة الزمنية عند الله، ما إلوش علاقة باختياري من حيث ما بيجبرني. يعني والعياذ بالله، الآن لو قرر سليمان يكذب على أبوه لسبب ما
وأنا كنت مسجل اللحظة أصالت وهي موجودة عندي. هل التسجيل هو اللي أجبر سليمان يكذب؟ لا 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 لا، هو أخذ قرار نفسه وظل معاه. بعد ذلك يقول بابا أنا آسف ويستغفر وربنا يتوب عليه ويعطيه الأجر. بعد شوي قرر يفرح أبوه ويرد عليه ويصدق معاه، أخذ إذن. طبعاً مسجلها أنا أجبرته يصدق؟ لا لا لا، هو صدق وكذب وفعل بإرادتي وسيحاسب عليها، وأمامه التوبة وأمامه كل. بس أنا المعلومة عندي. حسب رأينا نحكي كمان شوي. طب ليش عندي؟ موضوع ثاني. بس أنا بدي تفهموا عفوا شو يعني كاشف غير مؤثر، وإيش يعني مكتوب. بس مكتوب إحنا العرب بالذات الترجمة عندنا مجمل، فكل ما تيجي عندك حط فلتر مسجل مدور مثبت. هيها مسجلة بس ما لها علاقة بإرادتك، فلا تخلط الأمور ببعض. هذا كاشف غير مؤثر. بيجي السؤال اللي بعدين. طيب استنى 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 شوي. واحد بيقول لي يا شيخ طيب ما دام وجود هاي المعلومة مدونة في نفس الوقت ومعرفتي بأنها موجودة عم تعمل لي هاي الإشكالية، ليش الله أعلمني بأن المعلومة موجودة مكتوبة؟ ليش كركبني هالكركبة حشر؟ خلص يخبي عني. ها يعني تخيلوا هلا أدخل نقطة بعديها. تخيلوا إنه ولله مثلا سليمان يثق فيه ثقة عمياء ولا يمكن يشك لحظة في صدقي، وجيت لعنده وقلت له أنا بإيدي هون في تثبيت وتسجيل لكل شيء راح تعمله كمان 50 سنة. تخيلوا رد فعله كانت قالت معناته أنت اللي بدك تجبرني أعمل اللي بدي أعمله. أنا اللي أجبره؟ أنا قلت له المعلومات عندي. طب هو عرف إن المعلومات عندي، مو بياخذ واحدة من التنتين. أول ما بلش شو قلت لكم؟ فهم خاطئ وفهم صح. وقبل هيك شو حكيت؟ عمر الخطاب عندي أبو عبيدة وعندي عمر. عمر أتفر من القضاء أفر من قضاء الله وقدره إلى في فهم خاطئ وفهم صح. إذا بده يتحجج بالقضاء والقدر ويقول والله أنا ما لي دخل، اللي موجود في الجهاز اللي عند الدكتور هو اللي دقب. أنت بتعرف شو هو؟ قال لا. طب كيف تعرف إنه عم تسويه هو الموجود هون؟ أنا قلت لك بس اللي راح تسويه أنا مسجله وبخبرك كمان شوي ليش أنا مسجله. بس ما له علاقة بإرادتك. اشتغل صح أحسن لك، تتفلسفش مش أنت. طبعا المثال وصلت الصورة؟ بمعنى بصير يتحجج. طب أنت ما بتعرف شو اللي هون أصلا؟ وصلت شو معنى؟ إنه موجود مثبت غير مؤثر، ولو عرف فيه يفترض ما يتحجج فيه. السؤال القوي، واحد يقول لي تعال يا دكتور، طب انت لخبر سليمان اصلا عملت له اشكاليه، يا اخي خبي عنه المعلومه، تحكي لهش اصلا انه المعلومه عندك وريحه. ليش ربنا سبحانه وتعالى اعلمنا بانه يعلم وكتب قبل الحدوث؟ هنا السؤال، ليش؟ اجتهاد العبد الفقير ببساطه القرانيه، ببساطه ببساطه تعرفوا ايش؟ تحكي لكم ايه قرانيه تحل الإشكالية كله. أعطيكم مثال عليه وأنتقل للمحور الرابع ولبنى بالموضوع كلها ونختمه إن شاء الله. الأسئلة والأجوبة إن شاء الله بإذن الله. انتبهوا، رب سبحانه وتعالى شو يقول؟ يا إلهي أنا هذه الآية كنت كان عندي المثال والفهم بذهني واضح 100% الحمد لله قبل ما أنتبه للآية، فلما شفت الآية والله كأن القرآن أنزل علي من جديد. الآية بدي أحكي لك إياها. بعض الأحيان بيكون في إجابة على سؤال عندك كبير بالقرآن بس أنت مش شايفه مش منتبه له ما سمعته أو ما في عندك اللينك، يعني بتعرف الآية بس مش خطر على بالك هذا بتعلق بهذا. شو الآية؟ مين بيعرف شو الآية؟ اللي أنا ناوي أحكيها السلام. مين خطر على باله؟ إجابة على سؤال ليش ربنا أعلمنا بأنه قد كتب. مين بتوقع؟ ولو معناها؟ مين عم يحكي؟ الله يجزيك الخير أبدعت. جزاك الله خير. تسكندراني؟ لا. نص اسكندراني؟ That's why. الله يجزيك الخير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كنت عم بشرح لساعة لها. إلا في كتاب من قبل أن نخلقها، أن نحقق وجودها، أن نجعلها موجودة واقعا فيزيكالي. إن ذلك على الله يسير. كمل السبب، افتح قوس، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا. طبعا فرحوا مش معنى فرح احنا بنستخدمه الان، فرحوا بمعنى البطر والكبر. لكي لا تأسوا ولا تتكبروا، يعني ليس على الاقل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. سبب رئيسي من وضع من إعلامنا بأن المعلومات معروفة ومثبتة
عشان يعطيك البيس اوف مايند، تسوي اللي عليك وتشغلش نفسك بما لا علاقة لك به، وإلا أصابك الذعر 24 ساعة وانت حرت كل يوم 100 مرة. كيف يعني؟ أعطيك مثال. إحنا مش حاسين بقيمة اللي بحكيه لأننا ولدنا مسلمين والمفاهيم وصلتنا باي ديفولت، فإحنا عم نستمتع بنعمة مو حاسين فيها. يعني تخيل لوهلة، وترى دي باكل بحكي لكم إياه يعيش فيه معظم الملحدين لكنهم ينكرون ولا يعترفون اللي بدي أحكي الآن. تخيل الآن أنه أنت والعياذ بالله مش مقتنع بأنه فيه إله للكون. إلغي لوهلة، طبعا صعب بس تخيل، إلغي لوهلة أن ربنا مش موجود، فبالتالي فيش حدا مسيطر على البراكين ولا الزلازل ولا يعلم ماذا سيحصل ولا يعلم الغيب ولن يحاسب وليس مطلعا ولا يسجل ولا يدون، فبالتالي لغينا اليوم الآخر لأنه ما في إله وما في غيب وما في تسجيل وما في معرفة وما في إدراك الشيء قبل وقوعه، وممكن بأي لحظة الآن حد يدخل على بيتك، حد يتخبى لك وراء الباب، حدا مش عارف أبصر أي شيء، مليون كم احتمال خطر ممكن تواجهه على مستوى الفردي وعلى مستوى الجمعي، ملايين. إذا أنت قناعتك أن كل شيء ماشي على السبهلة له اللي هي معناها بالصدفة المحضة، شو حجم التوتر اللي بدك تكون عايش فيه واللي عايشين فيه كثير من الناس، والخوف والهلع بالسيكوريتي سيستم ودائرة البال، والخوف على الرزق والخوف على الأكل والخوف من الناس والخوف من كل شيء، والوسوسة والوسواس القهري والشك في الناس والخوف من عينين الناس وحكي الناس وطبعا كل شيء، كل شيء على مستوى الأكبر وعلى مستوى الأقل. هنا بفرق موضوع المؤمن. المؤمن يسوي اللي عليه ويتوكل. بعد التوكل لما أقول لك إذا خرجت من بيتي وقلت الدعاء الفلاني أو الدعاء الفلاني لم يصبك ألم، وشو بعض الأحيان طبعا ممكن كل شيء يصير، بقدر ما نصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، طبعا أنت شو عارف شو المصايب اللي عم بتصير حواليك، تجيك ما تجيك تجيك. هنا قال لك حبيت ما تجيك اعمل عقد مع الله، بدك توقع عقد مع الله face the consequences، اتلقى بتتلقى. اجتك هداية الإرشاد رفضتها، ربنا بيقول لك اعتمد على حالك. تخيل قد معادلة كذا. طيب الإدراك العام لهذه المشاكل والمصائب عم تصير في العالم كلياتها، تخيل واحدة الآن ندرك إنه فيش لا بركان ولا في إعصار ولا في فيضان إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، بتصير مصائب. الحادث اللي صار طبعا يجي الله يرحمهم هذول، إحنا مدركين إنه لحكمة إذن الله وعارفين إنه في وراها غيب وربنا سبحانه وتعالى بيعرف وقدر وقبل وشاء و إلى آخره. لذلك إحنا داخلنا متألمين على وفاته، لكن داخل أنفسنا نسأل الله يحسبهم من الشهداء، فما بيصير عندنا الجزع الذي يقعدنا عن الحركة في الحياة بسبب معرفتنا بأن الله يعلم، مش بس يعلم ومثبت ومدون وسيحاسب. ترى الحزمة مرتبطة بموضوع اليوم الآخر والحساب أيضا اللي هي موجودة عند المؤمن، بس المعادلة هيك تكتب لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. مشان هيك اللي بيطبق المنهج القانوني، شو المنهج القانوني؟ إنما أوتيته على علم عندي. الله دي فلوسي بقى جبتها بدراعي، صح؟ هاي منهج قانون. طلع ربنا برا المعادلة قال لك اسحك. اللي بيطبق المنهج القانوني مش بس بالفلوس، بالسلطة، بالشطارة، بالقوة، بالفهلوة، بالمعرفة. الهاكرز هذولا، الهاكرز اللي بيتخلوا عن خصوصيات الناس وخوفوهم بيعملوا بيسووا، القوات الاستخباراتيه في العالم، طب مش باور هاي مش مرعبه؟ الناس بترجوا منها، كله باور، هذا كله هذا منهج قانوني كله كامل. قال ولا تفرحوا بما اتاكم، لانه المنهج القانوني خلاصته باختصار قال فخسفنا به وبداره الارض. فاذا انت اعتقدت وجود هذا الاله العظيم اللي يعلم وعلمه مش بس يعلم، كتبه قبل ما يعلم عشان اعطيك البيس اوف مايند، سوي اللي عليك في اللي انت مخير فيه والباقي لا تاكل همه، لانه في رب يتابع ويحاسب. اصحك تفكر باكل همك، انت راح تتابع ال 6 مليار قضيه في الثانيه اللي بتصير حواليك. وصلت؟ موضوع الراحه. نختم بالمحور الاخير الان ونلملم الموضوع ان شاء الله. كم بكره صار في المغرب؟ الحمد لله ممتاز. المحور الأخير، المحور الأخير يا أحبة له علاقة بالإلحاد شوي، ممكن ساعدكم بالحوار مع أولادكم وبناتكم اللي عندهم أسئلة يسموها الأسئلة الإلحادية أو ما عالم الإلحاد. هل يخلق الله الشر؟ سؤال انطرح
طب هل يخلق الله السوء والاشياء مش كويسه وهو الى اخره؟ تعرف هي عليها ديبيت يعني نقاش. بعض مساكين اللي عندهم قصر فهم في فهم حكمه الله وعلم الله بالمعنى العام الحدوا لسبب بيجي بتطلع بشوف طفل مريض بالسرطان او بشوف حروب زي ما عم يصير في سوريا الان والعراق. ترى انا جلست انا عشت في تركيا 6 اشهر تركيا في اسطنبول تخصيصا كنت في اسطنبول 6 اشهر يوجد جاليه عراقيه ضخمه ويوجد جاليه سوريه ضخمه جدا طبعا العراقيه من ايام الحرب الاخضر والسوريه الان الحديثه فشكوا لي القائمين على شؤون الجاليتين في اكثر من جلسه وطلبت لاكثر من جلسه قالوا لي ابرز ظاهره عم بنعاني منها عند العراقيين والان عند السوريين الاطفال العراقيين اللي انولد اللي عمره 15-16 لم يرى في حياته الا حربا لم يرى الا حربا وحرب للاسف على اساس طائفي ديني فشو بقول لك هذا عم يصير عندهم اذا هذا الدين من عند الله اللي هيك نتيجته ان انا 24 ساعه مشرد وصل لنتيجه ما في حدا يدير باله علي فهمه انه هذول المجرمين اللي عم بيلعبوا بالدين لا 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 قال لك معناته اكيد فيش اله اصلا فصار ظاهره الالحاد تنتشر عند بعض شباب العراقيين في اسطنبول مين دخل على الخط الجديد الان الشباب السوريين الصغار في العمر يعني الهم على وشك بدل الاسئله طب معقول الله يكون موجود طب الله موجود اين هو عن الذين عذبوا في حماه اين الله عن الذين عذبوا في حلب اين الله عن الذين قتلوا بالكيماوي السؤال مقتطع من كل سياقات والاطفال طب الطفل شو عمل معناته الله مش موجود هذا طبعا سؤال تقليدي قليل جدا 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 انه بسموها مشكله الشر في الادبيات الاكاديميه بسموها مشكله الشر بكل معنى منها الحروب منها القتل منها الاغتصاب منها الاعتداء منها السرقه ومن كله كله بقول لك لو كان هذا الاله موجود كيف يقبل بهذا الموضوع؟ طبعا واحده من الردود السريعه قبل ما نوصل للنقطه الختاميه انه يا احبه اصلا اللي بيناقش لو كان الله موجودا كيف يقبل وجود الشر؟ موضوع ما له علاقة بوجود عدم وجود الله. هي القضية يفترض تسأل إذا كان الله موجوداً فالمشكلة تتعلق بصفات الله وليس بوجود الله، بمعنى هذا الإله الموجود اللي اتفقنا على وجوده مستحيل ما يكون إلا موجود. هل هو عادل؟ نعم، هل يظلم؟ لا، طب كيف يقبل بهذا؟ هيك السؤال بيصير. فالنقاش ما بيكون بالوجود وعدم الوجود، بيكون بإيش؟ بصفات الله، إن كان عادلاً كيف يقبل بهذا؟ وصلت كيف هذا بسموه توصيف المشكله مشان نبلش بالحل اذا اتفقنا على هذا الاساس ننتقل للنقطه اللي بعديها الان اول شيء بدنا نعرف انه النقطه الاولى في الحل لقضيه كيف يقبل الله بوجود الشر وهل يخلق الله الشر جواب نعم الله بيخلق طبعا يسمح بس هسه نحل لكم معادله ارجع لي ورا شوي طلع لي ايدي هيك قسم بين ايدي هاي وبين ايدي هاي 3 مراحل ملونه حط هنا ابيض اصفر احمر ماشي المرحله البيضاء هي الحياه الدنيا الصفراء عالم البرزخ الحمراء الاخره بدءا من يوم القيامه يوم البعث والنشور الى ما لا نهايه احنا اي شيء بدك تفهمه اذا ما حطيته ضمن معادله دنيا برزخ اخره فالنتيجه للمعادله اللي عم بتحاول تحلها غلط فالمشكله مش في الواقع ولا في المعادله المشكله في طريقه حلك يعني ولله المثل الاعلى انا مش خبير بالرياضيات ولا يعني طول حياتي ما كان لي علاقه بالرياضيات لكن لما نحل معادله بدنا نعرف مثلا مساحه هذا المكان مش بدنا نضرب طول بعرض بالارتفاع عفوا شو قلت انا؟ هي اول دليل على انه ما بعرفش الرياضيات شو قلت انا؟ مساحه؟ انا قلت قصدي اعرف الحجم مساحه انا قصدي الحجم اذا مستوى المصطلح مش واضح عندك لكن نعذر مش تخصصي فالان بدي اطلع حجم هذا المكان مش في معادلات اساسا بدي اضرب طول بعرض بارتفاع واحد بيقول لي يا اخي طلع لي حجم المكان فانا بضرب طول بعرض وبطلع لي نتيجه بضرب طول بعرض وبطلع لي نتيجه يا عمي لازم تحط الارتفاع بالمعادله ما بطلع عندك حجم بطلع عندك نقص بطلع عندك مساحه ما لها علاقه بالحجم بس بدك الحجم اضرب طول بعرض بارتفاع نقطة الآن مشكلة الشر والخلق لما طلع رحت لقضية الوجود والخلق وإنه دار بلاء وابتلاء وبرزخ 5 أرواح ثم حساب ما بيطلع عندك جواب صح المعادلة نهائيا هي واحدة
اثنين، انتبه لقضية كثيرة جدا بطلع عن اللي أنا كاتبه. الله سبحانه وتعالى، انتبه معي، يخلق، نعم، يقبل بوجوده، نعم، يسمح بوجوده، نعم، لكن لا يرضى. دليل على ما أقول، ولا يرضى لعباده الكفر. أعطيكم مثال عليه، إنه كيف ربنا يسمح يشاء بيقول لكن لا يرضى ويحاسب عليه. بحرهد من قاعدة دنيا آخر، ولله المثل الأعلى. هذا المثال أنا بستخدمه لسنين، واستخدم وبكرره، وبه نختم إن شاء الله. المثال كان إني أنا ضربت مثال على ولد، بدي أفترض إنه ابني اللي أنا مربيه وعوده وكذا، جيت بدي أعلمه درس عملي أخلاقي في كيفية احترام العهود والمواثيق. بدي أفترض، وأنا قدر على هيك الله مثلا على كنت مقتدر جدا جدا، عندي فلوس، عندي مليارات، وقوي جدا جدا، لكن بدي أربي ابني صح. جيت اتفقت مع ابني، وصدف ابني انه كان بحب الشوكولاته كثير، جبت له صحن شوكولاته حطيته قدامه، قلت له طبعا لاحظوا ابني شبعان مش جوعان، وعنده بدائل للاكل، مش اني انا مجوعها ولا ميته من الجوع، لكن هو بحب الشوكولاته، حطيتها امامه شوكولاته غاليه جدا 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 وبتشهي، مشان أدربه على الاحترام العهود والمواثيق. حطيت الصحن أمامه وقلت له بدي لمدة ساعتين فقط صحن الشوكولاتة ما تصيبه، بدي أتركك وأرجع، إذا خلال الساعتين ما لمست صحن الشوكولاتة احتراماً لكلمتي راح أشتري لك سويسرا وبلجيكا. شو قلت أنا؟ مش راح أجيب سويسرا كلها وبلجيكا كلها أشتري له إياهم باسمه بكل مصانع الشوكولاتة اللي فيها، وأنا قادر ولله المثل الأعلى، مش مصنع ولا محل، كل سويسرا شوكولاتتها وكل بلجيكا بتصير ملكه، يعني يصير يعملوا له بلك شوكولاته يغطس فيها يسبح ويلعب فيها زي ما بتشوفوا بافلام الخيال العلمي تبع 3D تبع ديزني. هاي ولله المثل الاعلى. بدي افترض انه انا عندي هذه القدره، هذا الوعد، قلت له ولكن اذا لمست حبه منها فانا بعتبرك عم بتهيني، ما بتحترم الكلمه، خاصه انك مش ميت من الجوع وفاهم انه بس لساعتين هذا الموضوع، وانا بعطيك كل شيء، لكن احترامك لي لا تصيب الشوكولاته. واضح الصوره؟ حرم عليك. تركته، نعم، قلت له لا تصيبها. تركته، جيت تخبيت ورا قزاز مرايه، انا جنبه على بعد نص متر وهو مش شايفني. بلشت اراقبه لله المثل الاعلى، فانا جنبه تماما لكن هو مش شايفني. فعم بطلع عليه، فبلش ابني لعابه شوكولاته، هو بحب الشوكولاته. فرض بدي افترض هيك الصوره، فعمي اكل لما اكل ما اكل اكل اكل، فكما اجي بدي اكل حرمها هو، فاهم انه بالصبر ساعتين يعني، وراح سويسرا كلها بلجيكا كلها، اصبر ساعتين بتموتش من الجوع احتراما، بس انا جوع بس حرمها، اوكي حتى لو حاببها يعني فاطلع نفسك احتراما واكراما، شو المشكله يعني في الموضوع؟ طيب يجي بده كذا يتذكر، اعوذ بالله ابوي اللي رباني اللي تعب علي واللي وعدني وحطيني وعامل لي مشان هاللحظتين انسى. يترد تيجي شهوته، يقول اخي بس شوكولاته زاكيه، ما بين شوكولاته زاكيه وابوي يزعل، زاكيه يزعل يزعل زاكيه زاكيه يزعل يزعل، اخذ قرار بايش؟ يزعل، بدي اكل. فقرر يمد ايده، مد ايده الان، تخيل المشهد، بقدر امنعه؟ بقدر امنعه؟ انا بقول واقف جنبه على بعد نص متر، بس لو قلت بعد هيك مصليح بوقف ولله المثل الاعلى، واقف جنبه انا، بقدر ولا ما بقدر؟ بقدر طبعا، بلش يمد، انا سكتت ما منعته، فتح الشوكولاته شايفه انا ما منعته، بلش ياكل، فنزلت دمعتي بكاء على ابني الذي سقط في الامتحان، بحبه بس راح اعاقبه، كانت العقوبه 6 أشهر كامله ممنوع تاكل شوكولاته، وفيش مصروف على المدرسه، فيش تلعب بالبلاي ستيشن، مش راح تروح عند اولاد عمك ولا عند اولاد خالتك ولا راح تاكل شيء زاكي وراح تطلع معي. اتفقنا. كسر العهد والميثاق. الان قبلت؟ نعم. سمحت في موضوع شئته؟ لكني لم ارضى. وسأعاقب. وانا احبه. هذه
هذا كلكم بتطبقوه في حياتكم ولا لا؟ سواء كل اللي قاعد تسمعوني مع اولادكم ومع اللي بيشتغلوا معكم ومع اعز الاصدقاء عليكم بتطبقوه ولا لا؟ هذا تماما هو هل يخلق الله؟ اه يشاء طب الى اخره، لكنه لا يرضى ضمن هاي المعادله. بمعنى انه انا ماسك، انا مثلا على سبيل المثال رايح بدي اني واحد او بدي اعمل كذا الى اخره، ربنا بيقدر يجملني، بيقدر يكسر ايدي، بيقدر يمنعني في قانون هذا، فكانما قتل الناس جميعا. دير بالك معي، ربنا عاد بعجيب تعقيد حكمته اللي صعب نستوعبها. طيب ما هو هذاك مسكين اللي مات، لا هذاك كان اصلا خالص موضوعه، كيف صعب تستوعبها انت الان؟ هذاك كان عداله مسكر، سألت انت في عمية الموضوع الى اخره. دير بالك، نزلها، من هم بسيئه فتركها فله حسنه. فضمن هذه المعادله انه ربنا بيسمح او بيسمح لكنه لا يرضى. نرجع الان المحاور الاربعه، القضاء والقدر. شو قلنا من اركان الايمان؟ اذا فهمتها صح ترتاح. الان على هدي اللي سمعته، لما نيجي نعيد قراءه قول الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، تخرفت الصورة الان، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يطلب الهدايه والتوفيق تخصيصا ويسعى لاجلها. مكتوب وكتب قدر ورزقه وكذا الى اخره، ما لهش علاقه بعملك الاختياري، له علاقه بعملك الاجباري. نرجع لاول مثال ضربته لما قال عمر افر من قضاء الله القدر الى قضاء الله القدر، نربطها بموضوع القوانين. انت الان ضمن، وليش ربنا اعلمنا بهذا الموضوع؟ انت الان مخلوق، خلاصتها عندك بلت ان سيستم اللي هو الفطره، وعندك سوفت وير ماشي نازل اللي هو الوحي تشتغل فيه صح ضمن الامور المخير فيها وستحاسب عليها. اشتغل وممنوع تقعد قبل ان تؤدي كامل دورك، والا بتكون مقصر وستحاسب. واياي واياني واياك ان نستثمر سوء فهم موضوع القدر على انه انا اتكاسل او ما اقوم بشيء. والله اعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هاي اسرع مره في حياتي بختصر هذا الموضوع، تصدقوا انا إلي بحكي كم مش عارف قديش ساعه وشي، صح ساعه ونص تقريبا، ساعه ونص. طبعا يمكن اول مره بدون ما انقطع قدرت احكيها بساعه ونص كمان، يعني هذا الكلام. فالحمد لله الان حتى ياتي المغرب نجاوب على كم سؤال بعد صلاه المغرب، لمن اراد بنجلس بجاوب على كل الاسئله حتى صلاه العشاء ان شاء الله باذن المولى عز وجل. مين رفع اول قبل ما راح؟ تفضل استاذ عمر. نعم والله استشهد الكتاب في الكتاب الشقي وانا سعيد. لو قدر الشقاء على الانسان ممكن قبل ان يموت يتغير الشقاء الى سعاده؟ ممكن الله عز وجل يمحو ما كتب؟ طبعا ربنا قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. لما نوقشت هاي القضيه يا اخي الكريم، في عندنا أم الكتاب، في عندنا علم الله، اللوح المحفوظ اللي هو أم الكتاب، صحف الملائكة. ماشي؟ فالآن الآن ممكن ولله قرب لك الصورة. هلا في أحاديث كثيرة بتتحدث عن إنه مثلا حديث قضية إنه صلة الرحم تنسئ في العمر. طب مش إحنا بنقول العمر محدد وصعب شيء مكتوب الكلام، كيف تنسئ في العمر؟ ولله المثل الأعلى، الملائكة صارين جنود موكلين بمهمة ومعهم أوامر محددة. بينزلوا على إنه معلومات إنه هذا بيخلص بالوقت الفلاني، بدي أفترض هيك. في اللوح المحفوظ اللي هو بعلم الله زيادة عن علم الملائكة، إنه هذا الإنسان سيبر أمه مثلا على سبيل المثال، أو يكون ذا عمل صالح فينسأ له في عمره، لكن بيكون معروف عند الله، لكن عند الملائكة بشكل عندهم تعديل زي تعديل اوامر، انجاز التعبير. طيب ليش بنروح بعيد؟ ليش بنروح بعيد؟ الملائكه اللي اختصمت في قاتل 99 نفس. الملائكه اللي اختصمت في قاتل 99 نفس، انا عم بحكي معكم بس بلحق احط البطاريه على هذا. القاتل 99 نفس، وقال اختصمت فيها ملائكه الرحمه وملائكه، حديث صحيح البخاري، ملائكه الرحمه وملائكه ايش؟ العذاب. ملائكه العذاب شو قالت؟ قاتل، يعني على قولة اخواننا المصريين دمتعنا حصلنا. ملائكة الرحمة قد جاءنا تائبا، فعندهم ليميتيشن،
ربنا سبحانه وتعالى بعث ملك طبعا عشان يعلمنا الى اخره، فحكم بينهم في روايه طول الاب. بغض النظر الخلاصه النتيجه النهائيه معروفه عند الله سبحانه وتعالى، فهمت عليك يا؟ فممكن بر الوالدين صله الرحم بيصير، لكن طب لو كان بام الكتاب في فوق ام الكتاب ايش؟ علم الله، لانه علم الله اعظم من ام الكتاب. وضع الله في الكتاب اشياء، لكن علم الله اعظم. الله لم يحد نفسه بكتاب بغض النظر صوره هذا الكتاب. خلاصة الموضوع، سواء تفسيري كان عفواً دقيق، بس أعطوني ثواني. التفسير في قضية النسء هي معنى مجازي بمعنى البركة. يعني مش ممكن واحد ربنا يبارك لواحد عمره 60 سنة يكون أنجز 50 مشروع بحياته، وواحد عاش 80 سنة ما أنجز مشروعين. طب هذاك يعني كأنه لو نقارن 50 بالثمانين كأنه أعطي عمر 450 سنة لأنه أنجز 50 مشروع، هذاك مشروعين ثمانين. فهي بغض النظر، عشان ما ندخل بالدقة لأنه علم الغيب هي الموضوع، سوي اللي عليك لن تجد من الله إلا خيرا، نقطة باختصار. طيب سؤال الأخير، تفضل أختي الأخير. أنا مو سامع، تعلي صوتك معلش. لست محاسبا علينا. بسيطة. كم مليون ريفيرتس كونفيرت في العالم؟ السؤال طيب أسف بعيد السؤال. الأخت بتقول توصلك الجواب صح كمل هسه. طيب الأخت بتقول طيب لو إجا واحد سأل سؤال، أنا ولدت في عائلة غير مؤمنة حسب تعريفنا إحنا للإيمان، عائلة غير مؤمنة ولم أعلم إلا هذا الشيء، كيف أحاسب على أني على هذا الأمر صح؟ أول إشي عشان نكون واضحين، مين قال إنه كل واحد رح يحاسب؟ ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بالمعنى المطلق والمعنى الجزئي والمعنى الخاص والمعنى العام. من لم تصله الرسالة فلن يعذب. وهذا الموضوع ترى مش موضوع جديد، مبحوث يعني بالبحث التراثي تبعنا، مبحوث في إشي يسموهم أهل الفترة، اللي هم اللي كان مثلا أهل الجزيرة، اللي من ضمنهم مبحوث في موضوع والدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هل وصلتهم رسالة؟ ما وصلتهم. فمناقش الموضوع، خلاص أول شيء حل الإشكالية. أي إنسان بيسألني هذا السؤال بقول له اسمع، كل من لم تصله دعوة الحق فلن يحاسب، بس خلينا نكمل الفيلم الآن. هل كل من اعتقدت أنا أن دعوة الحق لم تصله هي حقيقة لم تصله؟ ولا وصلته وعامل حاله مش فاهم؟ قياسا على اللي حكيتها قبل شو الآية إيش؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. معي؟ يعني أنا نظرياً واحد أمريكي الآن عمره ما سمع الإسلام أو ما سمع الإسلام إلا التشويه، وهو صادق ولم يعلم إلا السلبي عن الإسلام ومات على ما هو عليه، نصر الله بدر حسب. ببساطة يعني موضوع باختصار. واحد قاعد في جزيرة ما وصلته، لم يحاسب. كيف؟ ما يعني هل تعتقدون أنا وأنتم أرحم من الله؟ سؤال اللي خلقهم. فالقاعدة الأولى لن يحاسب إلا من وصله الحق، لكن السؤال إياك أن تظن إذا أنت بتفكر أنه ما وصله وما وصله، ليش رحت لك الفطرة؟ عن بعض دليل على ما أقول الريفيرتس والكونفيرتس، لو كانت القاعدة مطلقة كيف يتحول الملايين من دين إلى دين؟ مش عندنا ملايين المسيحيين صاروا مسلمين، وعندنا آلاف مسلمين صاروا مسيحيين، وعندنا مئات آلاف سيخ وهندوس وبوذية صاروا مسلمين. طب ما هذا الولد ببيع عماله بيعبد الأصنام أو بيعبد البقر، طب كيف صار مسلم؟ لو كان الموضوع مطلق، لا الموضوع إنجاز التعبير قياسا على إذا هبت رياحك فاغتنمها. البث أعطيكم أنا تبسيط المسألة كيف؟ بطريقة كثير مبسطة لله المثل الأعلى. الآن مش إحنا ندخل على الراديو في السيارة مثلا على سبيل المثال، بتصير نحرك شو اسمها الشاشة. طبعا من اول كان عندنا الابره، بتتذكروا الابره المتحركه هاي؟ هسه صار ديجيتال. بدي انا ايام الابره اللي بتتذكروا هاي الشاشه امامك هيك عليها ارقام الاف ام والاي ام، وعندك الابره الصغيره هاي مش صح؟ هسه الاذاعات كلها بتبث البث في الهواء، انت مخير وين تحط المعيار تبعك على كذا، البث شغال هون وهون وهون وهون، قررت تحط البث على رقصنا يا جدع. البث شو عم بيجي؟ رقصنا يا جدع.
عم سمعت الشريش الآن عارف عم تتباسط شيلك يا زلمة رقب حش صاحبك عني رقب ما فهم هو غير بعض الناس أجيب برضو كمان أغنية أغنية لناس من البعيدين عن الله سبحانه وتعالى مثلا وا 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 يا حبيبي يا عيني يا روحي يا عيني مش عارف كذا إن الله وملائكته يصلون على النبي ما شغال وين أنا بقرر أوقف بيجي البث طيب من حكمة الله قناعتي أنا إنه ربنا بيضلوا يخلي الإبرة تضلها تلقط طول الوقت أحكي لكم كيف ولله المثل الأعلى إحنا بنمسك الريموت تبع القنوات الفضائية نكون عم ندور على شغلة كم مرة بنمر على عشرات القنوات وبنتفاجئ بأشياء ما كنا شايفينها وتعجبنا بنوقف عندها إيه أنا في قناة فتافيت والله ما كنت أعرف أطبخ طب وقف عندها بتصير ولا ما بصير هذه حجة من الله تربارك فيش بالصدفة عندنا كله بقدر بقول عم بحطوك ولا قناة خاصة كيف تصليح ميكانيك السيارة قناة خاصة بموضوع دهان السيارات موقع خاص بميكانيك مش عارف كذا موقع خاص تدريب على كونغ فو مش عارف موقع خاص مجاني دنيا عالم الله سيوصل لك نظريا إن لم يصل فلن يحاسب لكن هي النقطة لازم نحكي لهم Are you sure إنك أنت مش مستوعب وفطرتك بتقول لك لا يعني الوقت بقول لك شنو عادي بنات وأنا أنا أجنوستيك ماشي أو أنا ما أثيست قل اسمع والله لو كنت صادقا فأقسم لك أن الله لم يحاسبك بس لما تحط راسك على المخدة وتنام من جوا ما عندك شك بأنه في قوة أوجدت كل هذا الموضوع إذا عندك هذا الشك وما عم تستجيب له بالطنشو والله لا تحاسب إن كنت صادقا فلن يظلمك الله انتهت المشكلة؟ نعم حكينا على نفس الموضوع من الأمور اللي يعني ارتحت لها أنا في هذا الباب إنه الله عز وجل يحاسبك بقدر ما وصلك من العلم فحتى هذا اللي بيكون في غابات البرازيل لم يصلهم لا تكنولوجيا ولا دين تجد في نفس القرية قد يكونوا عرايا تجد في نفس القرية الصالح والطالح لأن الفطرة يعني الصح والخطأ زي ما تفضلت موجود مبرمج فحساب الصالح والطالح مختلف حتى لو لم يكونوا على دين الله عز وجل يعني السنسر الداخلي اللي تفضلت فيه ايضا يدل على الحد الادنى من الصح والخطا صح اظلم لا تظلم اضرب لا تضرب اسرق لا تسرق ولو ليس تحت منهج ديني واضح بدليل لو واحد قاعد فعلا بالغاب واجى واحد ضرب بدون سبب راح يشعر بالظلم المثال حكيت لك اياه على الطفل اللي فعلا حبة الشوكولاته حتى لو مش عارف يحكي حتى لو ما عنده لغه حتى لو ما عنده نظام فكره انه انا مظلوم وشعوري بانه لي الحق اخذ الثار منك لانك ظلمتني هاي قضيه فطريه ولا مش فطريه ففكره انه ليش تظلم وليش تعتدي بالفطرة ما بحكي بالأمور المعقدة لا في أمور تفصيلية محتاجين فيها نسميه النظام المتكامل لذلك أنا قلت لك نظام تشغيل وسوفت وير بعدها يعني الويندوز إذا ما حطيت عليه الأوفيس أنت مش مستفيد منه شيء بس مجرد جهاز ما تقدر تشتغل عليه قد يسأل سائل أين هم هؤلاء الذين لم يصلهم الدعوة من الجنة والنار حيث لا نعلم لا يوجد دليل على وجود مكان محايد فبناء عليها اللي اختار الصلاح ولو في جزء الفطرة يذهب للجنة دكتور اسمح لي بس اعدل شو عم تفضل فيه لما اقول لك اينهم برجع بقول انا ارحم فيهم من الله افترض ان ربنا قرر راح يقرر يثنيهم خلص يكونوا غير موجودين احنا ايش دخلنا هي النقطه الله لن يظلمهم نقطه بس معيتوا يعني احنا بعض الاحيان انا مرت علي ظروف بعض الاحيان بنسال اسئله انا صارت معي بتعرف انا بحياتي درست في مدارس كثيره وجامعات وكذا بعض الاحيان بتعامل كنت مع مجموعات وحياتي كلها كانت في مدارس مختلطة يعني حتى لما كنت قبل الجامعة وبعد الجامعة طول حياتي بدرس شباب وبنات يعني بحياتي التدريسية كلها بيصدف بعض الأحيان بدخل على حصة على محاضرة على كذا الوضع اللي شايفه أمامي أنا بين اختلاط وصحبة وشباب وبنات وعدم صلاة وعدم حجاب وقصة طويلة بتلاقي اللي أمامي مختلفين على علامات يوم القيامة ودكين بعض حرب مين قبل المسيح الدجال ولا الدابة؟ الدابة ولا نزول عيسى عليه السلام؟ والله حروب تصير قدامي ولا أنا يكون اللي عم بيسألني السؤال ما بيصلي وما بيصوم ومصاحب ويمكن بدخل على مواقع إباحية وإيش بتطلع بقول هذيك شيطانة كذا يعني أنت شو موضوع الانشغال أنا بدي أفهم أنا سألت أنا شخصيا مش كلام نظري على أيام كنت أستاذ المدرسة لسه قديم أنا من 89 كنت أدرس بتذكر سؤال اسألي استاذ
بقول له ايش؟ بقول لي اهل الاسكين وين راح يروحوا؟ يلا هيك بالضبط، ما كل هم الاسكين وين راح يروحوا؟ على الجنه ولا على النار؟ بقول له يا شيخ انت صلاه ما بتصلي، ما كل هم الاسكين وين بدهم يروحوا؟ يا مش بتعرف بعض الاحيان والله انه الشيطان بيعرف عن جد كيف يعلمه الكنترول يشتغل فينا. انا هسه ما يعني كاني انا بتعرف هاي فيها شيء كثير خطير داخل نفسي كاني وصي على الله وخايف الله ما يزبط يعني ما يشتغل الصح معهم، هيك معناها في بدهم يا سلام يعني انا لا انا داير بالي انا بدي ادعو لاسكين يكون معهم عادل، بدك يروح على جهنم يا سلام يا سلام الله علي وصلى الله وسلم الله ما شاء الله. مشكله ترى في اللا شعور فيها مشكله عقديه هاي. فهي القاعده ايش؟ الله سبحانه وتعالى لن في شيء عم بيهزها يمكن الموبايل هذا الله يهزها بس وصلت الفكره؟ طيب نعطي مجال للاخوات وبعدين نرجع للاخوان ان شاء الله ترى بعد صلاه المغرب يا اخوان نرجع بنكمل ان شاء الله تفضلي. يعني بعض أقوال المفسرين قالت بأنهم هم كانوا قد شاهدوا الجن لأن الجن خلقوا قبل الإنس وشاهدوا من الجن القتل وسفك الدماء فهم قاسوا ببساطة أنه الخلق اللي شافوا الخلق المخير اللي معاه الإرادة لأنه الحيوانات بعيدة عنكم هي ليست مكلفة لكن كان في خلق قبلهم الجن ورأوا من الجن سفك دماء واعتداء وفحش وقتل فهم بمعلوماتهم البسيطة أنه إيش الفائدة من الخلق كمان خلق رح يعملوا زي هذولا باختصار يعني هذا ظاهر ما يقوله المفسرون في تفسير هذا الوضع والله اعلم. لو نعطي وقت للوضوء كمل طيب نقف ان شاء الله بعد ما نصلي وبعد السنه نرجع نجاوب الاسئله ان شاء الله. السلام عليكم.